زينة. أقل شارجمون أكثر جو. تعدى الأقوى وأسرع ريزو 4G في تونس. الأولى في هذا النقل لمباراة الدربي العاصمي بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي مباشرة من ملعب حمادي العقربي برادس. مباراة تندرج في إطار الجولة 11 ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في انتظار استجوابات ما قبل المباراة مع زميلنا وصديقنا محمد علي بوزقرو. حاضر محمد علي، مرحبا بك. مرحبا بك لبيب، مرحبا برفقي. بالفعل إلى جانبي لطفي الرئيسي مدرب النادي الإفريقي. لطفي، دربي جي في ظرف استثنائي للنادي الإفريقي، وحضرتوه في ظرف استثنائي. يمكن الحاجة الباهية أنه الدربي ما تلقاو الصعوبة باش الملعبية يحضروا رواحهم ذهنيا. صحيح، معناتها احنا نحبوا نذكروا النادي الافريقي فريق عريق، فريق كبير، وباش يقدم فريق عريق وكبير. عندنا فرصه توا بالرغم معناتها من الظروف اللي احنا فيها، ان شاء الله معناتها محضرين روحنا باش نعملوا مقابله كبيره، وان شاء الله معناتها بوريترونيت معناتها اون بونس فريمون نحبوا نربحوا، نحبوا معناتها نعملوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله يا ربي. مع الاداء الممتاز هذه اللي نحبوا نعملوه اليوم قبل كل شيء، اداء ممتاز ان شاء الله. مع الاداء الممتاز تكون ثم شويه افيكاسيتي القدام، وان شاء الله نحاولوا باش نسجلوا وان شاء الله نعملوا نتيجه ايجابيه. شكرا لك لطفي. لبيب، نرجع معاك في انتظار انه باش يلتحق بي ونقعد نقعد معايا لبيب ورفقي. والتحق بنا مجدي تراون المدرب المساعد في الترجي الرياضي التونسي. مجدي، دربي يجي في ظرف استثنائي، الترجي الاول النادي الافريقي قبل الاخير، انتوما من اجل مواصله الانتصار والنادي الافريقي يمكن من اجل العوده الى سكه الانتصارات. صحيح، ظروف استثنائيه بون احنا لي زاكوتي قلنا للاعبين نتاعنا كونا نتلاعبوا بالملعب اهم كل شيء. المستطيل الاخضر هو حقيقه الميدان هي كل شيء، دونك لازم نكونوا كونسونتري على الماتش نتاعنا، ماتش تاع الشامبيونال اللي هو لازم ان شاء الله نكونوا ناخذوا فيه 3 بوان نتاعنا باش نكملوا كما قلت لك الصداره، وان شاء الله ربي يوفقنا نكونوا في نهار باهي باش نجموا ننتصروا ان شاء الله. شكرا لك مجدي. رفقي ولبيب، نرجع معاكم بالتوفيق في التعليق. شكرا لك مجدي. رفقي ولبيب، نرجع معاكم بالتوفيق في التعليق على المباراه. شكرا شكرا، يعطيك الصحه محمد علي. نعود لاستعراض التشكيلتين وتشكيله النادي الافريقي الفريق الضيف في هذه المباراه. يمثلوا في حراسه المرمى عاطف الدخيلي 16، اسكندر عبيدي 3، 29 غازي عبد الرزاق، 4 عزيز القاسمي، 24 سامي الهمامي، 13 وسام بن يحيى قائد الفريق، 14 لاول مره يعود هذا العدد على زي من ازياء النادي الافريقي بعد المرحوم الاسعد الورداني، ويتقمص هذا الزي احمد خليل، خليل القصاب حامل قميص رقم 18، ادم الطاوس 21، ياسين الشماخ 17، ورودريغو سي 34 على بنك الاحتياط بالنسبه للنادي الافريقي. وسام الحنزولي كحارس مرمى احتياطي مع منتصر بعزيز 20، مكرم المرزوقي 25، حمدي العبيدي 28، زوير الذوادي 15، ادم قرب 7، عبد القادر الوسلاتي 10، معز الحاج علي 26، وصابر خليفه 30، المدرب لطفي الرويسي ومعه خالد السويسي. تشكيلة الترجي معك رفقي. مرحبا بك لبيب، وجدد التحية لكل مشاهدي الوطنية الأولى. معين الشعبان اليوم يستعين بالأسماء الأساسية التالية في المرمى: 16 فاروق بن مصفى، 21 حمد النقاز، 23 الياس الشدي، 30 عبد القادر بدران، 4 محمد أمين توغاي، 15 فوسي نيكولي بالي، 5 محمد علي بن رمضان، 18 عبد الرؤوف بن غيث، 7 علاء الدين المرزوقي، 8 أنيس البدري في آخر لحظة يدخل مكان عبد الرحمن مزيان اللي تعرض للإصابة، 11 طه ياسين الخنيسي على بنك البدلاء، 1 معز بن شريفية، 25 غيلان الشعلالي، 12 خليل شمام، 24 فادي بن شوك، 32 رائد الفادع، 35 جان سيدريك كبو، 20 محمد أمين بن حميدة، 13 نسيم بن خليفة، و 33 فاروق الميموني. طاقم تحكيم المباراة: حكم رئيسي أمير لوسيف يدير ثاني دربي ليه على التوالي بعد ما دار دربي إياب الموسم الفارط شهر أوت الفارط المساعد الأول محمد بكير، الثاني يوسف الجيمي، الحكم الرابع باديس بن صالح، ويراقب المباراة عواز الطرابلسي. ربي، بعد قليل ينطلق الدربي، عدد 133 بين الترجي والنادي الإفريقي في ظرف استثنائي للإفريقي الموجود في المرتبة 13 بسبع نقاط أمام الجار المتصدر الترجي برصيد 22 نقطة.
مباراة استثنائية بكل المقاييس في زمن الكورونا، وأكيد غياب الجمهور له تأثير كبير على سير المباراة. دون جمهور كل مقابلات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، في الحقيقة كل المقابلات الرياضية تدور دون جمهور. إن شاء الله رفقي، تفضل محمد علي. رفقي، أكيد ناس كل تتسائل على أسباب التأخير في انطلاق المباراة، والسبب هو انسحاب الأمن اللي يرفض تأمين المباراة إلى حد الآن، وفما اتصالات قاعدة تصير من أجل أنها تتلعب المباراة. أكيد مش هذه المباراة الأولى، تقريبا صار في المتلوي يظهر لي أيضا صارت نفس الإشكالية، إلى حد الآن الأمن يرفض تأمين المباراة. نرجع لك كل ما عندي جديد. الأسباب محمد علي، باش نشوفوا الأسباب، لأنه عندي روايات متضاربة. نشوفوا السبب الأكيد ونرجع معك لبيب ورفقي. واضح، يعطيك الصحة محمد علي. في انتظار معرفة أسباب انسحاب الأمن من أجل تأمين هذه المباراة، وأكيد طاقم التحكيم بقيادة أمير لوسيف لا يستطيع إعطاء إشارة انطلاق اللقاء إلا بحضور الأمنيين. نرجع لك نظن محمد علي خذيت المعلوم. لأنه قبيلة كما قلت لك فما معلومات متضاربة، لكن المعلومة الأكيدة أنه الأمنيين يرفضوا تأمين المباراة احتجاجا عن اللي صار البارح وقت التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة. أكيد التظاهر حق، لكن شفرة بالفعل صور البارح تمس من الأمنيين التوانسة. ساعات نكونوا قاسين يمكن مع الأمن وندوا وقت اللي تكون تدخلاتهم عنيفة. البارح صراحة شفنا مشاهد صارت تجاه الأمنيين، أكيد أيضا ندوا بها ومهيش مقبولة. على كل حال ما زالت المفاوضات جارية إلى حد الآن، إذا باش تلعب المباراة وإلا لا نرجع نعطيك المعلومة بعد قليل. شكرا محمد علي بوزقر، وأكيد نتضامن مع الإخوة الأمنيين، ولكنهم كانوا موجودين رفقي عند البوابات وفي مفترق الطرقات المؤدية إلى ملعب رادس. الانسحاب نظن حصل قبل دقائق من انطلاق المباراة، في لفت نظر ممكن للجميع بعد اللي صار البارح في شارع الحبيب بورقيبة. على كل عودة الأمنيين نظن عاد الأمني إلى مكانه. نشاهد دخول الأمنيين رويدا نظن أن المباراة ستعود. ممكن حركة من الأمنيين لجلب الانتباه بعد اللي صار البارح رفقي في شارع الحبيب بورقيبة. أكيد نشاهد ونعاين ونلاحظ كل شيء في هذه الصورة التي تؤرخ أو تعطينا فكرة عن دخول الأمنيين والعودة لمراكزهم، باش يكونوا موجودين في كل أنحاء ملعب حمادي العقربي برادس لتأمين انطلاق مباراة الديربي عدد 133. على الأقل فما حاجة مميزة لهذا الديربي عدد 133. كل الديربيات في السنوات الأخيرة فيها مميزات، على الأقل اليوم شفنا انسحاب الأمن قبل دقائق وعودته لتأمين هذه المباراة. أمير لوسيف يستعد لإعطاء إشارة انطلاق الديربي العاصمي عدد 33 بين الترجي والنادي الإفريقي. في هذه الآونة يعلن أمير لوسيف انطلاق المباراة، التعادل 0-0 بين الترجي والنادي الإفريقي. وبداية المواجهة بين الترجي والنادي الإفريقي، الثواني الأولى لديربي العاصمة وأول انطلاق للإفريقي، ويتدخل فوسيني كوليبالي يضع الكرة في التماس أمامكم. فوسيني آخر لاعب سجل في مباراة الديربي، آخر هدف في المواجهات بين الفريقين. كوليبالي سجل في ملعب رادس في مباراة ذهاب الموسم الفارط اللي فات 2-1 للترجي. التماس من غازي عبد الرزاق، اليوم يلعب كظهير أيسر مكان محمد أمين زغادة، وبعض التغييرات يقوم بها لطفي الرويسي مع عودة سامي الهمامي إلى محور الدفاع، وعودة أحمد خليل المنطقة وسط الميدان. خليل بالرقم 14 بينما الشعباني يرجع الشتي الجزائري على اليسار، يدخل بالبدري في التشكيلة الأساسية، وعودة أيضا
يظهر على الدين المرزوقي باش يكون في التشكيله الاساسي. هذه كره طويله من باتران للشتي داخل منطقه الجزاء. هذه الكره الاولى الخطيره للترجي ويتدخل دفاع النادي الافريقي على طريق العائد سامي الهمام. بعد ما تعافى من الاصابه يعود اليوم الى محور الدفاع. تماس للترجي، كره لعبد الرؤوف بالغيف، يمر فتره انتعاشه. المتوسط الميدان الجزائري موجود في التشكيل الأساسية في ظل بقاء غيلان الشعلاني على بنك البدلاء. حمد النقاز يبحث عن خميس القادة الكابيتانو. خميس النقاز كورة العلاية المرزوقي، ممكن المطالبة بضربة جزاء. أمير لوسيف يقول ما ثم شيء. يتدخل خاسي عبد الرزاق والتماس لصالح الترجي. بعد تدخل ظهير أيسر النادي الإفريقي خاسي عبد الرزاق، لعبوا معظم النقاز وعبد الرزاق في الإدوال. اليوم غازي في النادي الافريقي، النقاز في الترجي، وامير لوسيف يمنح المخالفه الاولى لقائد النادي الافريقي وسام يحيى. هذه الاعاده بعد التدخل الاخير من امين توغاي على وسام يحيى في تقريبا 3 دقائق لعب منذ بدايه المواجهه. دائما التعادل دون اهداف بين الترجي والنادي الافريقي. والمخالفه ضد الترجي، كره لغازي عبد الرزاق يرفع كره لياسين الشيخاوي. تدخل من محمد امين توغاي في محور دفاع الترجي، اليوم محور دفاع جزائري. تتفذ الكره بسرعه لبدران لإلياس الشتي العائد الى تشكيله الترجي الرياضي التونسي. يرجع مره اخرى لعبد القادر بدران، لمحمد امين توغاي، لحمد النقاز. حمد النقاز يرفع كره ولا بالراس من غازي عبد الرزاق، لكن لبلغيث. ترجع مره اخرى من المرزوقي البلغيث، توصل لانيس البدري. خذا مكانه في التشكيله الاساسيه في اخر لحظه بعد اصابه عبد الرحمن مزيان اثناء القيام بالتسخينات. تبقى الكره لفوسيني كوليبالي، يلعب مع الياس الشتي. فوسيني كوليبالي لمحمد امين توغاي. محمد امين توغاي لبلغيث، ثنائيه جزائريه توصل لحمد النقاز. حمد النقاز لبلغيث. بلغيث يبدل اتجاه الكره، توصل النقاز. حمد النقاز لبلغيث. بلغيث يبدل اتجاه الكره، توصل لإلياس الشتي. والانزلاقيه من خليل القصاب، لكن تبقى ترجيه. توصل لأنيس البدري. أنيس البدري دخل في الشوط الثاني ضد الاولمبي البيجي وسجل الهدف الرابع بعد العوده من تجربه خليجيه. إلياس الشتي 1-2، والتدخل توصل كره داخل منطقه الجزاء. احمد خليل خرج كره للركنيه، الركنيه الاولى للترجي الرياضي التونسي. خرج كره احمد خليل. قلت اليوم يحمل القميص عدد 14، قميص لسعد الورتاني الله يرحمه وينعمه. تنفيذ الركنيه وترجع بالراس من المدافع عزيز القاسمي، لكن تبقى للترجي لحد الان السيطره ونسبه امتلاك الكره للترجي الرياضي التونسي بعد مرور 4 دقائق لعب في هذا الشوط الاول في ملعب حمادي العقربي برادس. السعودي في تجربة كانت ناجحة مع الشباب السعودي، ويعود من بوابة باب سويقة، يعود إلى الترجي الرياضي التونسي. توصل الكرة لبدران. بدران يلعب مع الياس الشتي. الياس الشتي قريب لمحمد علي بن رمضان في منطقة الترجي. محمد علي بن رمضان يلعب مرة أخرى مع الياس الشتي، يرجع لفوسيني كوليبالي. البحث عن المنافذ من أجل مباغتة النادي الأفريقي. الترجي بدران توصل وتوغاي، توصل لبلغيث لحمد النقاس، يرجع لبلغيث في صناعة اللعب في الترجي الرياضي التونسي. بلغيث أرضية تاع ياسين الخنيسي والمرزوقي، وحاول التبريد للخنيسي وتدخل دفاع الإفريقي. فما ياسين الشماخي تصدي على مرتين من هذا الحارس أمامكم. عطف تخيلي هذه إعادة للعملية. ممتاز العملية من المرزوقي، والتسديدة كانت من الياس الشتي. عادوا اللقطة الفنية باخت الدفاع النادي الافريقي، والتسديدة والتدخل من عاطف تخيلي في أول محاولة جديرة بالتنويه للترجي الرياضي التونسي في 6 دقائق لعب. لكن يبقى التعادل 0-0 بين الجارين، الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. والفرصة الأولى للترجي بعد تمريرة وأنا أروع
من علاء ديما مرزوق بلقطة فنية مهدا لرياسة الشتي الجزائري صوبا وتدخلت خير هذه كرة للترجي خطير داخل منطقة الجزاء وتدخل أمير نصيف يتدخل أمير نصيف يعطي ضربة وخلفة للترجي للقاع الطه ياسين الخنيسي. ننتظر القرار من أمير نصيف اللي يمنح ضربة المخالفة لصالح الترجي في انتظار القرار الإداري الفني. مخالفة في انتظار القرار الإداري قد يستعين بالورقة الحمراء. أمير نصيف في انتظار الإعادة الريبلاي الصورة لنتأكد من لقطة التدخل الأخير على المهاجم طه ياسين الخنيسي. الحوار بين ملاعبي النادي الإفريقي وأمير نصيف شاهدت الحمراء قد يرفعها أمير نصيف فعلا في وجه سامي الهمامي. سامي الهمامي يتحصل على الورقة الحمراء من جانب النادي الإفريقي في 8 دقائق لعب في هذا الشوط الأول. هي ديربي العاصمة أو اسكندر العبيد. بالفعل اسكندر العبيدي هو المدافع اللي خذ الحمراء من السيناريو. بالنسبة للنادي الإفريقي صعوبات البدايات للنادي الإفريقي الحمراء. الإفريقي سيواصل بنقص عدد هذه الإعادة. شوفوا التمريرة من فاروق بن مصفى بالرأس مرة أخرى المرزوقي. التوغل من طه ياسين الخنيسي آخر مدافع كان اسكندر العبيدي. الخنيسي كان مقابل مرمى عاطف الدخيلي. تدخل روسيف منح المخالفة والورقة الحمراء لاسكندر العبيدي. هذه الإعادة من زاوية أخرى. تدخل العبيدي على طه ياسين الخنيسي مرة أخرى من زاوية أخرى. مشكور توفيق الإعلامي وكل الزملاء كل الصور الواضحة على شاشة الوطنية وخروج اسكندر العبيدي مع تجديد في هذه المواجهة في الدرب العاصمة بين الترجي والنادي الإفريقي الورقة الحمراء. ادم الطاوس في ذهاب الموسم الفارط زاد أخذ الحمراء والحمراء اليوم كانت في وجه المدافع اسكندر العبيدي. هذه مرة أخرى الصورة والتدخل من العبيدي على طه ياسين الخنيسي قائد الترجي في انتظار تنفيذ ضربة مخالفة بين البدري ومحمد علي بن رمضان مقابل مرمى الدخيلي. ضربة المخالفة لصالح الترجي تقريبا الأولى منذ بداية المباراة بين الترجي والنادي الإفريقي. بن رمضان البدري في انتظار إشارة الحكم أمير نصيف مقابل المرمى. بن رمضان الأقرب محمد علي بن رمضان خطأ التنفيذ. ترجع الكرة الثانية من بدران على اليمين حمد النقاز. النقاز العرضية داخل منطقة الجزاء يتدخل الدخيلي ويربح ضربة المخالفة الدخيلي بعد هذه العملية. وللإشارة الإقصاء الأول ضد النادي الإفريقي في الموسم الحالي. وكأن أمير لوسيف متعاقد مع الإقصاءات الأولى في الفريقين. كان أقصى بدران ضد النادي الرياضي السيقس في المباراة التي أدارها للترجي في ملعب الطيب نمير بالسيقس. كانت البطاقة الحمراء الأولى للترجي في هذا الموسم. اليوم الإقصاء ضد اسكندر العبيدي منذ الدقيقة 8 والإقصاء الأول كما ذكرت في صفوف النادي الإفريقي. يبقى عاطف الدخيلي ملقى على أرضية الميدان شال يقوم لباس بعد آخر عملية ترجية. وأكيد تحدثنا عن البطاقات الحمراء وعن اسكندر العبيد الذي تعوزه الخبرة في مثل هذه المناسبات. وأيضا نتذكر أنه تسبب في بطاقة أو في ضربة جزاء ضد النادي الرياضي السيقس وأيضا بضربة جزاء ضد مستقبل سليمان. أكيد لا لوم على هذا اللاعب الشاب في هذا الموسم الاستثنائي في مسيرة النادي الإفريقي. عناصر تعوزه الخبرة وأكيد وأنه بمثل هذه المباريات يكسبوا الخبرة. نشوف في أسامة الحنزولي الحارس البديل للنادي الإفريقي يقوم بالحركات التسخينية تحسبا لإصابة عاطف الدخيلي. ونشاهد الثنائي لطفي الرويسي وخالد السويسي. أكيد تدعيم الإطار الفني للنادي الإفريقي بخالد السويسي كريم بوعايشة اللي تعرض لوعكة صحية.
تحية قبل مباراة الاتحاد الرياضي المنستيري، كان هو المدرب الأول في الإفريقي. نتمنى له الشفاء العاجل، وأكيد ضغوطات المباريات وأيضا النتائج خاصة في الجولات الأخيرة تسببت في هذه الوعكة الصحية لمدرب النادي الإفريقي اللي استلم المشعل الأسعد الدريدي الذي تحول للإشراف فني على النجم الرياضي الساحلي. وستعود الكرة بمخالفة في التنفيذ، يقوم لباس عاطف التخيلي حارس النادي الإفريقي يستعد لإرجاع الكرة، كان غايب أيضا في مباراة الاتحاد الرياضي المنستيري. عاطف التخيلي يرفع كرة والتدخل الدفاعي، والحكم أمير لوسيف يقول المخالفة ضد الترجي الرياضي التونسي. ياسين الشماخي أفضل أهداف الإفريقي في هذا الموسم بثلاث أهداف، إعادة للعملية والتدخل من محمد أمين توكاي اللاعب الجزائري الشاب، كسب ثقة معين الشعباني في الجولات الأخيرة وتألق وثبته في التشكيلة الأساسية. معين الشعباني ثنائي محور جزائري في الترجي الرياضي التونسي. الاستعداد لتنفيذ المخالفة، غازي عبد الرزاق وأحمد خليل وراء الكرة، من سيتولى تنفيذ هذه الكرة وهذه المخالفة للنادي الإفريقي؟ أو خليل القصاب هو اللي باش يتولى تنفيذ هذه الكرة الثابتة في توقيت 12 دقيقة لعب. التوزيع من آدم الطاوس والكرة تمشي الركنية الأولى، الركنية الأولى للنادي الإفريقي. التعادل على مستوى الركنيات بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي. وسام بن يحيى قائد النادي الإفريقي، تغيرت المعطيات والموازين على الأقل على مستوى الرصيد البشري. 11-10 بعد إقصاء اسكندر العبيدي منذ الدقيقة الثامنة، والاستعداد لتنفيذ الركنية للنادي الإفريقي. وسام بن يحيى يرفع الكرة ويتدخل فاروق بن مصفى وآدم الطاوس، والكرة مرت فوق العارضة. ممتاز آدم الطاوس بالرأس، استغل خروج فاروق بن مصفى بعد تنفيذ الركنية بعد تدخل أول، ويسدد إعادة للركنية وسام بن يحيى. التدخل من فاروق بن مصفى وآدم الطاوس قبل ما تنزل على الأرض يسدد بالرأس، كانت قريبة من العارضة وبالتالي تضيع فرصة افتتاح النتيجة على النادي الإفريقي اللي يلعب منقوص عدديا كما ذكرنا بعد إقصاء اسكندر العبيدي منذ الدقيقة الثامنة. كرة ترجع لصالح النادي الإفريقي بعد فرصة للظهير الأيسر الياس الشدي يأتي للدور على آدم الطاوس اللي كان قريب من تسجيل أول أهداف الدربي. كرة لصالح الترجي مع بقاء اللاعب من الترجي ملقى على أرضية الميدان، هو طه ياسين الخميسي بعد تدخل رودريك كوسي البنيني. هذه الإعادة لتدخل البنيني رودريك كوسي على طه ياسين الخميسي، ورودريك كوسي هو اللي خذا مكان اسكندر العبيدي في محور دفاع النادي الإفريقي، هو اللي باش يشكل ثنائي المحور إلى جانب سامي الهمم. ولطفي الرويسي بمعية خالد السويسي بعد دقائق من الآن قد يجري التغيير الأول على الإطار الفني للنادي الإفريقي، محاولة إيجاد الحلول بعد خروج اسكندر العبيدي بالحمرة بعد أن تدخل على طه ياسين الخنيسي. الملقى على أرضية الميدان هداف الدربي في تشكيلة الترجي، عنده 4 أهداف بالتمام والكمال في الدربي العاصمة. طه ياسين الخنيسي العائد بقوة في آخر زوز مباريات، الخنيسي اللي سجل ثنائية في الدربي الآخر ضد الملعب التونسي والثنائية في ملعب باجة ضد الأولمبي الباجي. سيعود بعد قليل مهاجم الترجي وقائده طه ياسين الخنيسي، كرة من الياس الشدي في اتجاه علاء المرزوقي ونيسا البدري ياخذ مكانه على الجهة اليسار، والتغيير آخر لحظة نذكر به لمعين الشعباني. كان من المنتظر دخول عبد الرحمن مزيان للتشكيلة الأساسية، تغيير آخر لحظة، أنيس البدري هو الأساسي. البدري العائد لتعزيز صفوف الترجي في هذا الموسم، كان شارك الفترة وجيزة ضد الأولمبي الباجي وسجل الهدف الرابع. آخر انتصار كان للترجي في باجة أمام الأولمبي برباعية، تغيير آخر لحظة يخلي فاروق الميموني يدخل الحسابات، يكون موجود على بنك البدلاء. كرة طويلة من عند
الهدف الأخير للبحفر ياسين الشماخي، مرة أخرى توقاي بالرأس أسبق من ياسين الشماخي يكسب المعركة الفضائية. محمد أمين توقاي ومرة أخرى الثنائي الجزائري بدران توقاي هما اللي شكلوا محور الدفاع بالنسبة للترجي في ظل تواصل غياب محمد علي اليعقوبي. ضغط من ملعبيه النادي الافريقي، طه ياسين الخميسي حب يمرر او علاء المرزوقي هل يواصل المشوار او لا؟ طه ياسين الخميسي الكره على الدين المرزوقي على اليمين، المرزوقي داخل منطقه الجزاء العرضيه، يتدخل دفاع الترجي، الكره الثانيه ياخذها عبد الرؤوف بن غيث، كره للمرزوقي، المرزوقي ممتاز، المرزوقي تضرب في سامي الهمام وياخذها تخيلي. مره اخرى علاء الدين المرزوقي يظهر في خط هجوم الترجي، اكثر اسم كررناه وردناه هو علاء الدين المرزوقي في اشاره لانه هو الملاعب الاكثر نشاط في خط هجوم الترجي. ممكن بعد قليل سيجري التغيير، معين الشعباني ربما لن يواصل المشوار الهداف طه ياسين الخنيسي اللي يقول المدرب معين الشعباني لا باش نواصل، بامكاني ان نواصل المباراه، مباراه الدربي، بعد حوار بين المدرب معين الشعباني والمهاجم طه ياسين الخنيسي في 18 دقيقة لعب. دائما التعادل دون أهداف بين الترجي والنادي الافريقي. والتماس للنادي الافريقي غازي عبد الرزاق يستعد لتنفيذ التماس، اكيد يرجع لباس طه ياسين الخنيسي، انفجر بين ظفرين في الزوز مباريات الاخيرة وسجل ثنائيتين في زوز مباريات متتالية ضد الملعب التونسي والاولمبي البيجي وتصدر ترتيب هدفي الترجي بأربع أهداف. التوزيع داخل منطقة الجزاء، التدخل من عبد الرؤوف الغيث، لكن مرة أخرى المطالبة بضربة جزاء ويكون ضربة مرمى. أمير لوسيف حكم الدربيات، أمير الدربيات في آخر زوز دربيات كان هو الحكم الرئيسي، ذكروا أنه أدار آخر دربي عاصمي نتابع هذه العملية بين فوسيني كوليبالي، والكرة تخرج ضربة مرمى، المطالبة بضربة جزاء من آدم الطاوس. أيضا يتحرك في خط هجوم النادي الإفريقي، تحدث رفقي عن علاء الدين المرزوقي من أبرز اللاعبين لحد الآن في الدقائق الماضية في خط هجوم الترجي، أيضا الشاب آدم الطاوس من أبرز مهاجمي الإفريقي في الدقائق الفارطة، وكان سدد بالرأس، كرته كانت تقريبا فوق العارضة بقليل. ترجع الكرة للترجي من بدران للشدي، الشدي التوزيع وكرة تخرج ضربة مرمى للنادي الإفريقي، ضربة مرمى للنادي الإفريقي، وفما رفع راية، فما تسلل، هذه إعادة للعملية وكرة المطالبة بلمسة يد، المطالبة بلمسة يد، ولكن الحكم أمير لوسيف يشير إلى ضربة مرمى. طه ياسين الخنيسي، طه ياسين الخنيسي يتوجع، وأكيد سيغادر نسيم بن خليفة هو المعوض المنتظر لطه ياسين الخنيسي. ما عندوش زهر نجم نقوله بعد التألق في زوز مباريات الأخيرة، اليد متاع كوليبالي مع مهاجم النادي الإفريقي، الكرة في الاحتكاك تلمس يد كوليبالي وتخرج ضربة مرمى حسب إشارة الحكم أمير لوسيف في هذه العملية. طالب أبناء النادي الإفريقي بضربة جزاء. يخرج مرة أخرى طه ياسين الخنيسي، ولا التغيير الأول تغيير اضطراري لمعين الشعباني، دخول نسيم بن خليفة مكان طه ياسين الخنيسي. قلت وأنه سوء الحظ، سوء الطالع لهذا اللاعب، تألق في آخر زوز مباريات وسجل ثنائيتين وتصدر ترتيب هدفي الترجي بأربعة أهداف، ولكنه يخرج مصاب في هذا الديربي. يدخل نسيم بن خليفة في توقيت 20 دقيقة لعب، أول تغيير اضطراري في تشكيلة الترجي. نذكر الإفريقي يلعب منقوص عدديا بعد إقصاء اسكندر العبيدي، وهذه كرة لإدم الطاوس، إدم الطاوس يبحث عن الحلول، إدم الطاوس يقوم بالمراوغة الأولى، يحاول الثانية وترجع لعبد الرؤوف الغيث بعكس الهجمة للترجي. عبد الرؤوف الغيث لياس الشتي، حركة في الرواق الأيسر لخط هجوم الترجي، الترجي كان بن أنيس البدري، أنيس البدري
بالغيث، ترجع من دفاع الافريقي من غازي عبد الرزاق، ياسين الشماخي، وسام بن يحيى، والمخالفه واضحه، والبطاقه الصفراء ضد فوسيني كوليبالي. البطاقه الصفراء ضد فوسيني كوليبالي، اول بطاقه صفراء ضد الترجي بعد اول بطاقه حمراء ضد الافريقي في هذه المباراه. لحد الان نسق متوسط في الدرب العاصمي عدد 133 في 132 لقاء سابق، 53 فوز للترجي، 31 انتصار للافريقي، و48 تعادل بين الفريقين، 21 22 دقيقه لعب، 0-0 بين الترجي والافريقي. وننتظر ان يكون الهدف 160 للترجي في الدربيات، ام 121 للنادي الافريقي. لحد الان التعادل دون اهداف، واخر مواجهه اياب الموسم الفارط في ملعب رادس كيران، التعادل دون اهداف. المباراه اللي نذكر كان دار ايضا امير لوسيف ضربه مرمى لصالح الترجي، الترجي اللي اجرى التغيير الاول في دخول نسيم بن خليفه مكان طه ياسين الخنيسي، مع التذكير ايضا بنقص عدده في تشكيله النادي الافريقي بخروج اسكندر العبيدي بالورقه الحمراء. كره محمد علي بن رمضان يغير اتجاه الكره للجزيري لياسر الشتي، عاد التشكيله الاساسيه الجزيري لقر عبد القادر بدران، كره للقائد الجديد في تشكيله الترجي فوسيني كوليبالي بعد ما غادر طه ياسين الخنيسي. بن رمضان البحث عن مسانده عند المرزوقي، 1-2 بين بن رمضان والمرزوقي، يطلب بن غيث يخير، رجع الكره للمحور ياخذها الفوسيني كوليبالي على اليسار لياسر الشتي. عبد الرؤوف بن غيث تكتل دفاع النادي الافريقي، بن غيث التصويبه مش بعيده برشا على مرمى عاطف الدخيري، تكتل واضح من دفاع النادي الافريقي، واضح اسلوب لطفي الرويسي خالد السويسي، محاوله تضييق المساحات على ملاعبيه الترجي، لانه الترجي يملك ملاعبيه على مستوى الرواق من طراز رفيع، سواء البدري او علاء الدين المرزوقي، يحب يسكر الدفاع لطفي الرويسي، ومحاوله عكس الهجمه يستغل ممكن سرعه ياسين الشماخي ادم التاوس. كره من عبد الرؤوف بن غيث يرجعها لحارس مرمى فاروق بن مصطفى، ياخذها محمد امين توغاي الى الايفواري فوسيني كوليبالي، كوليبالي ياخذ كورته كوليبالي، التمرير لياسر الشتي، الشتي الكره من بن غيث يعاود ياخذها لياسر الشتي، الترجي يريد ايجاد الحلول، كره لبن رمضان ياخذها البدري، انيس البدري من الرواق الى خط منتصف الميدان، كره ليسر الشتي على الجهه اليسار، الجزيري سحب الفرصه الاولى للترجي، العرضيه والركنيه هي الثانيه لابناء معين الشعباني منذ بدايه الدربي، بعد ما تدخل الشاب القصاب يضع الكره في الركنيه في 25 دقيقه لعب، يظهر الشوط الاول، الركنيه الثانيه للترجي منذ بدايه المباراه. تنفيذ ثنائي بين البدري وبن غيث، البدري البدري البدري، كره داخل منطقه الجزاء، تصويبه من حمد النجاز، عبد الرؤوف بن غيث كما جات سهله عند عاطف الدخيلي الى حدود تقريبا 25 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول. يبدو ان الافريقي حسب ما شاهدناه الى حد الان هوش متاثر بالنقص العددي الحاصل في ظل خروج اسكندر العبيدي ودخول رودريكو سي الى محور الدفاع، بعد ما كان لاعب ارتكاز البيليلي اللي في احتكاك مع ناسين بن خليفه يربح ضربه المخالفه، هو اللي يمشي لمحور الدفاع امامكم على الصوره مكان اسكندر العبيدي الذي غادر بالحمراء في بدايه المواجهه. واكيد النادي الافريقي تاثر هجوميا رفقي، باعتبار وانه هو في الحقيقه غير الرسم التكتيكي مقارنه بالمباريات الفارطه من 4-3-3 4-4-2 مع وجود لاعبين عندهم صبغه دفاعيه. هذه كره ترجع من حمد النجاز، بعد نرجعوا للتوضيح بالنسبه لمشاهدينا الكرام في التلفزه الوطنيه الاولى، ترجع كره لاحمد خليل، يرجع الى حارس مرمى عاطف الدخيلي، عاطف الدخيلي يرفع كره وبالراس من ادم الطاوس، ادم الطاوس، والكره ترجع
للنادي الافريقي بمخالفه لخليل القصاب. خليل القصاب مخالفه ضد دفاع الترجي. هذه العمليه خليل القصاب فوسيني كوليبالي للاشاره عنده انذار. فوسيني كوليبالي قائد الترجي الجديد بعد خروج طه ياسين الخنيسي بالاصابه والمخالفه الافريقي ممكن سيعتمد على الكرات الثابته من اجل مغالطه دفاع الترجي في ظل نقص عددي بعد خروج اسكندر العبيدي بالبطاقه الحمراء في الدقيقه الثامنه. التنفيذ للمخالفه بالنسبه للنادي الافريقي من عزيز القاسمي من الوجوه الشابه في افريقيا. عزيز القاسمي في دين الحارس فاروق بن مصطفى مع سامي الهمامي. التدخل فاروق بن مصطفى شال يقوم لباس لنريد اصابات بالنسبه للاعبي الفريقين. هذه اعاده للمخالفه وصعود فاروق بن مصطفى مع سامي الهمامي يسقط على الارضيه والمخالفه ضد سامي الهمامي لاعب محور الدفاع ساند خط الهجوم في هذه الكره الثابته. كره ترجع للترجي. الياس الشتي نشيد في الرواق الايسر لنسيم بن خليفه اللاعب البديل يقوم بالمراوغه. نسيم بن خليفه ويحاول المرور والتدخل الدفاعي من عزيز القاسمي. تبقى الكره للنادي الافريقي. التوزيع لادم الطاوس ممتاز. الترويز من ادم الطاوس. ادم الطاوس يبحث عن الحلول. احمد خليل ما يخلطش على الكره. خليل او ياسين الشماخي بالفعل ياسين الشماخي تقريبا مع ادم الطاوس نلقاهم في عزله في خط دفاع الترجي الرياضي التونسي. حمدي النقاس يربح المسافه والمساحه والتمرير كان لمحمد علي بن رمضان في اتجاه بلغيث. توصل الكره لنسيم بن خليفه. نسيم بن خليفه لإلياس الشتي ترجع لبلغيث. بلغيث يحاول التسديد لم يجد الحلول مع التكتل الدفاعي للنادي الافريقي. بحث عن التصويب والمباغته من بعيد. ترجع مره اخرى لبلغيث. وقفه ممتازه لملاعبيه النادي الافريقي في الدقائق الماضيه وحسن تصرف مع مجريات اللقاء ومع اقصاء اسكندر العبيدي. ترجع الكره لمحمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان امام وسام بن يحيى يرجع بالكره لبلغيث. لا يحسن الترويض بلغيث بيبلو الياس الشتي. ترجع مره اخرى جزائريه من الشتي لبلغيث. بلغيث لم يجد المسانده. توصل الكره لمحمد امين توغاي لانيس البدري. توغاي بدران لحد الان الترجي ماهوش فرحان بهذه النتيجه. وترجع الكره التصويب مره جانبيه من عبد الرؤوف بن غيف في توقيت 29 دقيقه لعب. دائما التعادل 0-0 بين الترجي والافريقي. والتعويل على التسديد من عبد الرؤوف بن غيف في ظل تكتل دفاع النادي الافريقي في ظل خلق المساحات المؤديه لمرمى عاطف الدخيل. دائما التعادل دون اهداف بين الفريقين بين الجارين الشقيقين الترجي والنادي الافريقي في هذا الديربي عدد 133 في تاريخ المواجهات بين الفريقين. كره نسيم بن خليفه تدخل رودريغ كوسي وامير لوسيف يمنح المخالفه لمدافع الافريقي. هذا نسيم بن خليفه اللي خذا مكان طه ياسين الخنيسي. هذا الاعاده للصعود بالنسبه لسامي الهمامي والمخالفه لدفاع النادي الافريقي. حوار بين خليل وكوليبالي. الاسبقيه والتفوق لاحمد خليل. عزيز النقاس مشاب اول دربي ليه في مسيرته بالراس. النقاس من القاسمي للاعب الشاب الى لاعب الخبره. حمد النقاس هدم الطاوس ساحب هدف في سليمان في اخر مباراه بالنسبه للنادي الافريقي والمباراه قبل الاخرى. هدف في ملعب سليمان ادم الطاوس اللي مش مقصر يرتكب المخالفه على علاء الدين المرزوقي ورميه التماس وياخذ الانذار. ادم الطاوس تحدثت عليه منذ لحظات ملاعبي
يقدم في الإضافة لتشكيلة لطفي الرويسي ياخذ الانذار هالصفراء في وجه آدم الطاوس بعد انذار فوسيني كوليبالي من جانب الترجي الرياضي. كرة لصالح الترجي أنيس البدري هوش جاهز 100% بدنيا أنيس البدري للضرورة يقحم معين الشعباني مكان عبد الرحمن مزيان حمد النجاز لمحمد علي بن رمضان عنده الكرة بن رمضان البحث على المساندة عند عبد القادر بدران إلى الجزيرة إلى آخر عبد الرؤوف بن غيث مرة أخرى الكرة الجزائرية لياسر شت بن غيث كرة نيسا البدري ظهور البدري على الرواق البدري شيعمل بدري صوب تضرب في الدفاع قلت الترجي يحاول التعويل على التسديد من خارج منطقة الجزاء في ظل تكتل دفاعي كبير لدفاع النادي الافريقي البدري البدري لعبد الرؤوف بن غيث بن غيث عنده الكرة هلا عرضية داخل منطقة الجزاء دون عنوان خارج أرضية الميدان ضربة 550 لصالح النادي الافريقي. من توقع سهولة هذا الدربي من جانب جمهور الترجي فهو مخطئ تماما لأنه الدربي يبقى دربي مهما كانت الوضعيات سواء تصدر الترجي أو تذير النادي الافريقي الترتيب الدربي كان به نهائي كاس مش مباراة عادية تبقى مباراة من نوع خاص بين الترجي والنادي الافريقي. لحد الآن الدربي متكافئ جدا بل أكثر من ذلك النادي الافريقي تعامل بالشكل المطلوب مع نقص عدد يدي كرة للشماخ أو يظهر هجومي للنادي الافريقي شماخي شماخي كرة أي كلام الشماخي خارج الميدان ضربة مرمى 33 دقيقة لعب دون أهداف إلى حد الآن بين الترجي والنادي الافريقي. حاول ياسين الشماخي هداف النادي الافريقي على التصويب والمباغتة ولكن كرته كانت بعيدة عن مرمى فاروق بن مصر رغم أنه خليل القصاب كان يطلب في الكرة ولكن خليل الشماخي ترجع كرة للترجي الرياضي. محمد علي بن رمضان لفوسيني كوليبالي لبلغيث فوسيني لمحمد علي بن رمضان. أنا الترجي يبحث عن الحلول رغم أنه مركز على الجهة اليسرى لخط هجومه في غياب ممكن شبه تام للجهة اليمنى التركيز على الجهة اليمنى لدفاع النادي الإفريقي والمخالفة. يقول أمير لوسيف من رابطة المونستير أمير لوسيف قلت أدار آخر ديربي بين الفريقين في أوت الماضي وكرة ترجع لسامي أو أحمد خليل يرفع كرة فما حد تمشي لدفاع الترجي لبدران محمد أمين توغاي. محمد أمين توغاي يلعب مع محمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان يستلم الكرة من جديد محمد علي بن رمضان لنيسا البدري كان في الرواق الأيمن تحول لوسط الميدان وسع لحمد النقاز ونسيم بن خليفة. نسيم بن خليفة سدد كرة بعيدة عن المرمى كان في مكان مناسب والترويض ممتاز تحرك حمد النقاز جاب الاخطر على الجهة اليمنى لخط هجوم الترجي. هذه إعادة للعملية التوسيعة بلمسة فقط بالرأس والتسديد بالتسديد خارج إطار المرمى من نسيم بن خليفة. نشاهد التصويبة بقوة ولكن بعيدة عن المرمى فرصة أخرى للترجي. قلت تحركت الجهة اليسرى منذ بداية المباراة للترجي ولكن عندما وصلت الكرة لحمد النقاز بلمسة رأسية حتى الكرة في طبق أمام نسيم بن خليفة سددها كانت بعيدة عن المرمى. يبقى التعادل 0-0 بين الترجي والإفريقي. كوسيف خطة جديدة في محور دفاع الإفريقي بعد إقصاء اسكندر العبيدي لحد الآن صامد دفاع الإفريقي قبل في كل المباريات في الموسم الحالي ثاني أضعف خط دفاع في البطولة وكرة ترجع للترجي كانت من عبد الرؤوف برغيث توصل لياس الشتي والتدخل وكرة تمشي تماس للترجي تنفيذ التماس. الترجي كما قلنا يحاول دارة على اليسار وتورا من وسط الميدان في انتظار انتعاشة الرواق الأيمن لخط هجوم الترجي. كرة ترجع بتغطية من خزي عبد الرزاق ممتازة لوسام بن يحيى القاعد وسام بن يحيى فما تدخل من الوراء من نسيم بن خليفة وكرة ترجع مخالفة للنادي الإفريقي. النادي الإفريقي بالإمكانيات الموجودة وفي ظل ترتيب مخجل بين ظفرين لفريق في قيمة وعراقة
النادي الافريقي بعد هفوات اداريه عديده. الافريقي يلقى نفسه في المرتبه قبل الاخيره، واكيد وانه في فتره الانتقالات الشتويه سيحاول الترميم والعوده من جديد الى الصفوف الاماميه. ترجع كره لعاطف الدخيلي، نفذ المخالفه، الكره لادم الطاوس بالراس قبل ما تخرج للشنباخي، ترجع لادم الطاوس من زوز لاعبين من الترجي النشيط، هذا الشاب في الرواق الايسر لخط هجوم الافريقي، لكن تخرج كره ضربه مرمى لفاروق بن مصطفى في توقيت 36 دقيقه لعب. اكيد كل ما يمر الوقت شبان الافريقي او لاعبيه النادي الافريقي يقصد الثقه، خاصه انه في ظل نقص عددي منذ الدقيقه الثامنه مع وجوده في هذه الوضعيه في اسفل الترتيب. رفقي الترجي في الصداره، واكيد نتائج ايجابيه خاصه خط هجوم ضارب في اخر زوز جولات، سجل 6 اهداف الافريقي في المقابل في اخر زوز جولات كان قبل 5 اهداف. في ظل هذه المعادله الغير رياضيه على ارضيه الميدان صامد الافريقي لحد الان. وفي كره للترجي تصويبه سهله عند الدخيلي، التصويبة على الطاهر من نسيم خليفة اللي عوض طه ياسين الخنيسي، روض صوب كرة سهلة عند عاطف الدخيلي. الحقيقة لم نشعر لحظة وأن النادي الافريقي يلعب بنقص عددي، صحيح هجوميا لم نشاهد الفرص السانحة للتسجيل ما عدا كرة رأسية لادم الطاوس، ولكن المنظومة الدفاعية للنادي الافريقي تشتغل بالشكل المطلوب، تكتل دفاعي واضح. هذا الحوار بين ادم الطاوس وحمد النجاز بين 21 النادي الافريقي و21 الترجي. الهجمه لمحمد علي بن رمضان، عبد الرؤوف بن غيث حركية نشيط الجزائري يمر بفتره انتعاشه. بن رمضان لبن غيث، بن غيث بن رمضان، بن رمضان بن غيث، كرة للترجي غما على اليمين. نسيم بن خليفة يبدل المركز كلاعب رواق على الجهة اليمنى، نقاز بن خليفة لنقاز يعمل مراوغة داخل منطقة الجزاء، نقاز والكرة في ضربة مرمى. الإشارة من أمير نصيف لضربة المرمى، والتأكيد من محمد بكير، والتأكيد من الصورة التلفزية لعادة ضربة المرمى لصالح النادي الافريقي. بعد ما شفنا التركيز على الرواق اليسار، هجوم الترجي اصبح يعتمد الجهة اليمنى، وين موجودة النقاز كظهير ايمن. الصعود باستمرار وكان مصدر الخطورة في اكثر من محاولة وفي اكثر من كرة. عاطف الدخيلي، ادم الطاوس ملاعب يقدم في الإضافة، حسب رأيي أهدر وقت كبير عندما شغل خطة الظهير الأيسر ادم الطاوس، لأنه ملاعب عنده نزعة هجومية، هو اللاعب رواق مش ممكن تحصله في خطة الظهير الأيسر. تقريبا موسم فارد كامل يلعب كظهير ذكورة للقصاب لضرورة أحكام رفقي، واضح. ولكن ملاعبي عندما رجع للمركز متاعه قدم الإضافة في هجوم الترجي. كرة علاء المرزوق، علاء الدين عند الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء، الضغط والتصويبة، ومرة أخرى الدفاع يتواصل صمود دفاع النادي الإفريقي في ظل ضغط الترجي، في ظل محاولات عديدة ممكن نسبة امتلاك كبيرة للكرة من جانب الترجي، لكن الكرة أهداف إلى حد الآن لا وجود الأهداف. كرة اليسار لشد الجزائري، عرضية داخل منطقة الجزاء الرأسية، ما ثماش رأسية، ثم دفاع النادي الإفريقي مع عودة ادم الطاوس للمساندة للتغطية. الطاوس يربح ضربة مخالف، ادم الطاوس حسب رأيي أفضل لاعب في تشكيلة النادي الإفريقي إلى حد الآن، سحب الفرصة الأولى للإفريقي، صعود على الرواق اليسار باستمرار وتغطية دفاعية أيضا حاضرة، يربح ضربة المخالفة. هذا أمير نصيف، ثاني دربي لي على التوالي ابن بمبلة أمير نصيف، ونحبوا تحكيم نظيف اليوم يا أمير نصيف، وكنقولوا تحكيم زاد يشمل هذا المساعد الأول محمد بكير والثاني يوسف الجامي. 41 دقيقة لعب تقريبا، بدينا نقربوا لبيب من نهاية الفترة
الفترة الأولى لا جديد يذكر على مستوى النتيجة، دائما صفر لأبناء الشعبان يمرق على الصورة، هو صفر لكل من أبناء لطفي الرويسي وخالد السويسي أمامكم لطفي الرويسي على الصورة. أكيد لطفي الرويسي لحد الآن ممكن فرحان بالأداء الدفاعي لفريقه النادي الأفريقي، في حين معين الشعباني يبحث عن الحلول. معين الشعباني اضطر للتغيير في زوز مناسبات قبل انطلاق المباراة. عبد الرحمن مزيان تعرض لإصابة أثناء الحركات التسخينية ودخول أنيس البدري، ثم القائد طه ياسين الخنيسي الهداف يغادر اثر إصابة ودخول نسيم بن خليفة، زوز تغييرات اضطرارية لمعين الشعباني في مراكز هجوم. والكرة باش ترجع بمخالفة بعد التدخل على آدم الطاوس، رفق حكي على آدم الطاوس اللي متألق في الرواق الأيسر لخط هجوم النادي الإفريقي، وكان العب ضد مستقبل سليمان في الرواق الأيمن، وكان سجل الهدف. يعني لاعب نشيط، لاعب حركي، عنده الموهبة، عنده الفنيات، نجم يلعب باليمين باليسار، وأكيد وأنه مستقبل كبير لهذا اللاعب في النادي الإفريقي. أحمد خليل يغير اتجاه الكرة لخليل القصاب، خليل القصاب مع إلياس الشتي، ترجع الكرة لبدران، بدران يطول الكرة للمرزوقي وترجع من وسام بن يحيى بالراس بعملية فنية. غازي عبد الرزاق توصل الكرة لنسيم بن خليفة رقم 5 محمد علي بن رمضان، محمد علي بن رمضان بين زوز لاعبين من الأفريقي، يرجع محمد علي بن رمضان لحمد النجاز، حمد النجاز ماذا سيفعل؟ حمد النجازي وزع حمز النجاز، والتدخل بالراس من أحمد خليل، أحمد خليل، ثم صراع ثنائي بين وسام بن يحيى ومحمد علي بن رمضان، ترجع لحمد النجاز، ثم لتوكاي، توكاي لبلغيث، بلغيث 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 بلغيث، صنع لعب الترجي في هذه المباراة، يحاول إيجاد الحلول مرة على اليمين ومرة على اليسار، ترجع الكرة لبلغيث يبدل لتوكاي في منطقة الإفريقي، توكاي، توكاي لعب المحور، لعب الشبه الجزائري، يبدل الكرة كليا لأنيس البدري، أنيس البدري، أنيس البدري أمامه خليل القصاب، أنيس البدري يسعد التصويب، أنيس البدري، أنيس البدري يقوم بالمراوغة، يسدد، ولا التدخل الدفاعي من سامي الهمامي، سامي الهمامي يحول دون وصول الكرة لمرمى عاطف الدخيلي، ترجع وتبقى للترجي عن طريق بدران، ضغط من الترجي، فوسي نيكولي بالي تسلم إشارة القيادة من المصاب طه ياسين الخنيسي لبلغيث، ترجع لنسيم بن خليفة المعوض البديل، نسيم بن خليفة توصل مرة أخرى لمحمد علي بن رمضان، يبدل إلياس الشتي، إلياس الشتي، محمد علي بن رمضان، محمد علي بن رمضان، وقفة ممتازة لملاعبي النادي الإفريقي، ترجع الكرة لبلغيث، بلغيث، 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 يبحث عن المساندة بلغيث، لم يجد الحلول بلغيث، فوسي نيكولي بالي، فوسي نيكولي بالي لمحمد علي بن رمضان، محمد علي بن رمضان يحاول المراوغة ويبدل اتجاه الكرة لحمد النجاز، حمد النجاز، حمد النجاز يحاول التوزيع، تصطدم الكرة بيد مطاوس تخرج في التماس، ينفذها بسرعة حمد النجاز، توصل لعبد الرؤوف بلغيث من اليمين لليسار، يتنقل في وسط الميدان بن غريث يبحث عن الحلول، محمد علي بن رمضان، إلياس الشتي، إلياس الشتي لمحمد علي بن رمضان، بن رمضان، بن رمضان، تمر لإلياس الشتي تصطدم به الكرة، وركنية يقول الحكم أمير لسيف، هي الركنية الثالثة للترجي مقابل ركنية واحدة للنادي الإفريقي في توقيت 44 دقيقة لعب، إعادة للعملية الثنائية بين إلياس الشتي والكرة تخرج ركنية بعد لمس الكرة من عزيز القاسمي، الركنية الثالثة للترجي الرياضي التونسي في الشوط الأول. أنيس البدري يستعد لتنفيذ الركنية، وأمير لوسيف ينبه على الملاعبية، أكيد صراعات ثنائية داخل منطقة الجزاء، ينبه أكيد أمير لوسيف على سامي الهمامي وأيضا بدران، والمحاصرة الفردية رجل برجل في منطقة جزاء النادي الإفريقي، الاستعداد لتنفيذ الركنية من أنيس البدري، أنيس البدري مرة أخرى، أمير لوسيف ينبه على الملاعبية ويوقف اللعب، أمير لوسيف خامس مباراة
نقاط لي في الرابطة الأولى في هذا الموسم. زفر ضرب الجزاء وأشهر البطاقة الحمراء في ثلاثة مناسبات باعتبار البطاقة الحمراء اليوم ضد اسكندر العبيدي في انتظار تنفيذ الركنية للترجي. التوزيع على مستوى القائم الأول وعلى تدخل من سامي الهمامي وأحمد خليل وعلى الخط النهائي للميداني دخل عاطف الدخيلي. توصل ياسين الشماخي دقيقة كوقت بدل ضايع في الشوط الأول كرة قبل ما تخرج غازي عبد الرزاق ثم ياسين الشماخي وترجع مرة أخرى محمد علي بن رمضان لحمد النكاس. حمد النكاس بن رمضان داخل منطقة الجزاء بن رمضان التوزيع والرأسية والرأسية قبل ما توصل للقائمة الأولى الرأسية من نسيم بن خليفة تضيع فرصة افتتاح النتيجة على الترجي بعد هذه العملية في الرياق الأيمن. هذه الإعادة وحمد النكاس بتمريرة التوزيع والرأسية كان قبل المرمى سدد ممتازة محمد علي بن رمضان يحط كرة على ساقه اليمين يوزع يسبق الحارس نسيم بن خليفة ولكنه يخطع المرمى وتبقى النتيجة متعادلة 0-0 بين الترجي والنادي الافريقي. ولحظات أخيرة في هذا الشوط الأول دائما التعادل دون أهداف. السيطرة للترجي الصمود لدفاع النادي الافريقي والنتيجة التعادل دون أهداف مع إقصاء اسكندر العبيدي في الدقيقة الثامنة تقريبا من الفترة الأولى. الافريقي يواصل المباراة بنقطة السعادة دي نتيجة التعادل في هذا الشوط الأول دون أهداف ملتقى إن شاء الله مع بداية الفترة الثانية. أقل شارجمون أكثر جو تعدى الأقوى وأسرع ريزو 4G في تونس. مشاهدينا إلى هذا الموعد الإخباري ونستهله بالعناوين. وفاة أول رضيع بالمهدية بفيروس كورونا وتونس ضمن الدفعة الأولى من الدول التي ستحصل على اللقاح في إطار مبادرة كوفاكس. الندوة الإقليمية الأولى بتبرق حول مشروع مجلة المياه أي استراتيجيات لتحقيق الأمن المائي. ضيافة منتوج سياحي بديل يعرف إقبالا مهما. وفي نابل أكثر من 40 إقامة سياحية تعمل خارج الأطر القانونية. إذن سجلت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية اليوم وفاة أول رضيع بوباء كورونا منذ بداية الجائحة ويبلغ من العمر 33 يوما. الرضيع فارق الحياة بإحدى المصحات الخاصة التي نقل إليها بعد أسبوعين من إصابته. وكما رصدت الفرق الطبية بالجهة وفاة ثلاثة مصابين بالفيروس إلى جانب تسجيل 13 إصابة جديدة. وتواصل وزارة الصحة ومصالحها الجهوية تسجيل أعداد جديدة من الإصابات بكوفيد 19 في مختلف ولايات الجمهورية. في المقابل تنتظر تونس وصول الدفعة الأولى من اللقاح في إطار مبادرة كوفاكس والمقررة انطلاقا من الشهر المقبل على أن يتم التعجيل بحملة التلقيح اعتمادا على الأولويات المعلنة في الاستراتيجية الوطنية للقاحات. حصيلة ثقيلة أخرى في أعداد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد أعلنتها وزارة الصحة في متابعتها للوضعية الوبائية في تونس، وذلك بتسجيل 81 حالة وفاة مع تراجع نسبي في عدد الإصابات حدد ب 1438 من جملة 6040 تحليلا مخبريا تم إجراؤه بتاريخ 29 من هذا الشهر في وقت يتواصل فيه الضغط على
المنظومة الصحية في القطاعين العام والخاص، مع ارتفاع عدد المقيمين حاليا في أقسام العناية المركزة وتحت التنفس الاصطناعي، ومع تواصل انتشار الفيروس في تونس بنسق تصاعدي، تفاعلت منظمة الصحة العالمية مع دعوات السلطات الصحية التونسية قصد التسريع في الحصول على التلقيح مع مضاعفة أعدادها، وذلك في إطار المبادرة العالمية لإزاحة اللقاح كوفاكس، وما أكده وزير الصحة فوزي مهدي خلال استضافته في نشرة إخبارية سابقة. 50,000 جرعة في منتصف فيفري، حاليا قالوا لنا مش ناخذ 94,000 جرعة، حوالي 94,000 جرعة في منتصف فيفري. من أي تلقيح هذا؟ من فايزر. فايزر نعم. ومن باتجاه منتصف فيفري كذلك مش نتحصلوا على حوالي 1,000,000 جرعة تلقيح أسترازينيكا بصفة تدريجية. نعم. وثاني حاجة، ثم المنظومة الإفريقية تابعة للاتحاد الإفريقي، إن شاء الله من مارس بده يجيو عنا حوالي 2,400,000 جرعة تلقيح. كذلك ثم التفاوض المباشر مع المخابر، كما تعرف احنا تفاوضنا مع مخبر فايزر تزويد دوري بحوالي 2,000,000 جرعة تلقيح فايزر وقابلة للارتفاع. هذا وقد أكد الوزير بالمناسبة حصول اتفاق مبدئي بين تونس وبريطانيا، ستقوم تونس بموجبه بتصنيع تلقيح أسترازينيكا بشراكة بين القطاعين العام والخاص ووزارة الدفاع الوطني. وحول الاستراتيجية الوطنية التي ستتبعها وزارة الصحة في عملية التطعيم، أوضح الوزير أن لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19 التي عقدت أمس أولى اجتماعاتها ستسهر على تفعيل هذه الاستراتيجية وتنفيذها ابتداء من الأسابيع المقبلة، وذلك وفق مراحل تم تحديدها مسبقا حسب الكميات الواردة على تونس. نبدأ إطاراتنا الطبية وشركة الطبية، إطارات الصحة بصفة عامة العاملة في القطاع العمومي العام والخاص، وبعد وكذلك المواطنين اللي سنهم متقدم واللي عندهم أمراض مزمنة. وإحنا في الحقيقة فتحنا باب الترسيم لكل المواطنين التونسيين والأجانب القاطنين بتونس. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في بيان لها أنها منحت رخصة ترويج استثنائية ومؤقتة لمدة سنة بسوق التونسية للقاح الروسي سبوتنيك، وهو ثاني لقاح ضد فيروس كورونا بعدما وقع الترخيص للقاح الأمريكي الألماني فايزر بيونيتك في 11 من الشهر الجاري. في موضوع آخر، وببادرة من لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات بمجلس نواب الشعب، انعقدت بمدينة برقة من ولاية جندوب الندوة الإقليمية الأولى بمشاركة السلطة الجهوية وممثلي المجتمع المدني للبحث عن حلول عملية وناجعة للحفاظ على الثروة المائية. مثلت هذه الندوة الإقليمية التي التأمت بمبادرة من لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات بمجلس نواب الشعب مناسبة للنقاش حول ما جاء به مشروع مجلة المياه. المجتمع المدني في الجهات شريك حقيقي وشريك فاعل في هذا الحوار في صياغة هذه المجلة، ويقدم الإضافة ويقدم المقترحات انطلاقا من الواقع اللي هو يعيش فيه. حبينا نجيو نسمعوا خبراء، نسمعوا مواطنين اللي مهتمين بالمجال البيئي، بالمجال التنمية المستدامة، بمجال المياه وما أدرك ما المياه. قلت لي هي الماء هو الحياة معناتها في الكون. عدد من الباحثين والمختصين أثاروا بالمناسبة عديد النقاط التي غفلت عنها مجلة المياه في ظل التحديات والرهانات المطروحة والتغيرات المناخية التي تأثرت بها بلادنا. مجلة المياه لابد أن تتفاعل مع مجلة الغابات، ما دامت الغابات في تونس هي حامية للمنشآت المائية، ولابد أن تتفاعل مع مجلة الجماعات المحلية. إذن هناك العديد من المؤاخذات. ترشيد الاستهلاك والمحافظة على الثروة المائية كانت أيضا من النقاط التي تناولها المشاركون. رفع تبادل المياه يجب يكون باقتصاد في استعمال المياه. أنا أرى أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية واضحة من الدولة في تحديد شو النباتات اللي باش نستعملوها في المستقبل اللي تستهلك أقل مياه. تونس عملت الاقتصاد في الماء من توا 30 سنة، ولكن اليوم نشوفوا أنه ما عادش نجم نشوف من هكا. يلزم في منوال التنمية نتاعك تعرف وين الماء يقف. وتصنف تونس ضمن البلدان التي تعاني من شح المياه، حيث لا يتجاوز نصيب الفرد 450 متر مكعب سنويا، وسط توقعات بتفاقم الإشكاليات المتعلقة بندرة المياه في غضون السنة 30 و2000.
في المجال السياحي، الحديث عن انتشار دور الضيافة في المناطق السياحية يجرنا للوقوف على مدى التزام هذه الإقامات بالعمل ضمن أطر قانونية واضحة. وهنا يتبين أن أكثر من 40 إقامة سياحية في نابل تستقبل ضيوفها من العائلات خارج إطار القانون. إذا أردت أن تتمتع بأجواء السكينة والهدوء، تتكفل دور الضيافة والإقامات الصغيرة ذات الطابع المميز الموجودة داخل المدن العتيقة، تتكفل بذلك استجابة لرغباتك. ولكن وفي الوقت الذي تنشط فيه عدد من دور الضيافة قانونيا، فإن أكثر من 40 إقامة ريفية واستضافة عائلية بجهة نابل تعمل خارج القانون. منتوج جديد قيمته مساهم في تنويع المنتوج السياحي على مستوى الجهة. عندنا 13 مؤسسة سياحية من أنقلت متحصلة على ترخيص من ديوان وطني تونسي للسياحة، 4 استضافات إقامات ريفية و4 استضافات عائلية. كيف المؤسسة من استضافات مش متحصلة حاليا على الرخص، وإحنا قاعدين نشوفوا العدد متاعها فهمتي فوت من قرابة 40 مؤسسة فهمتي، نسبة كبيرة فهمتي قاعدة من تتم دراستها على مستوى الإدارة. دور الضيافة اتجاه جديد ظهر في تونس في السنوات الأخيرة وخاصة في الوطن القبلي. هذه المشاريع التي يقصدها الزوار للاسترخاء والراحة والترفيه، رغم كثرتها اتضح أن العديد منها يعمل خارج إطار القانون المعمول به، مقارنة بعديد الإقامات الصغيرة الموجودة والتي تحترم القوانين. عديد المؤسسات التي تنشط في مجال الأنماط الجديدة للإيواء السياحي بنابل قدمت لتسوية وضعيتها القانونية. طريقة الحصول على التراخيص هي فهمت 3 مراحل، ما نقول احنا أساسية هي الموافقة المسبقة، الموافقة الفنية، ثم الموافقة النهائية ورخصة الاستغلال النهائي. على مستوى التشجيع فهمتي عندنا تشجيعات كبيرة فهمتي لعديد المستثمرين. اللول بالكل معناتها نعملوا نبداو نخدموا بصفة قانونية، وعندنا الرخصة نتاعنا كدار ضيافة من اللول معناتها من نهار اللول، وجاونا الإخوان من الحماية المدنية ومن السياحة ومن الإدارة التونسية بصفة عامة. تسعى وزارة السياحة إلى تذليل كل الصعوبات وتحيين القوانين ومراجعتها لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في الإقامات الريفية ودور الضيافة التي تعنى بالسياحة البديلة، وذلك في إطار تنويع المنتوج ودعم السياحة الداخلية. في أخبار الرياضة، تابع النجم الرياضي الساحلي حصد العلامة الكاملة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعدما حسم لفائدته بهدف دون مقابل المواجهة التي جمعته بضيفه الملعب التونسي لحساب الدفعة الثانية من الجولة 11. وحمل هدف المباراة الوحيد توقيع سليمان كوليبالي في الوقت المحتسب بدل الضائع. منظر الجسمي الركني. من جهته واصل اتحاد بن قردان تألقه رافعا رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بعد الفوز على ضيفه الأولمبي الباجي بهدف دون مقابل. حمل توقيع اللاعب لؤي بن حسين في الدقيقة 66. في الأثناء يدور الآن بملعب رادس ديربي اللاج الرياضي والنادي الإفريقي، حيث انتهى شوط المباراة الأول على نتيجة التعادل السلبي. في الختام إليكم تذكيرا بالعناوين: وفاة أول رضيع بالمهدية بفيروس كورونا، وتونس ضمن الدفعة الأولى من الدول التي ستحصل على اللقاح في إطار مبادرة كوفاكس. الندوة الإقليمية الأولى بتبرقى حول مشروع مجلة المياه، أي استراتيجيات لتحقيق الأمن المائي؟ منتوج سياحي بديل يعرف إقبالا مهما، وفي نابل أكثر من 40 إقامة سياحية تعمل خارج الأطر القانونية. في الختام إليكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.
شحال كي تبدا الانترنت رزينة؟ اقل شارجمون اكثر جو، تعدى الاقوى واسرع ريزو 4G في تونس. اوديليس الماء الجديد متاع ديليس، يتميز بتركيبة نقية خفيفة ومتوازنة. ماء ديليس صفي بدنك. يكمل بالترجي موبيل. مشاهدي الوطنية الأولى، مرحبا بكم. نعود للفترة الثانية وقبل بداية الشوط الثاني الكلمة لصديقنا وزميلنا محمد علي بوزقارو، تفضل. شكرا رفقي، بالفعل زين بنسيم الرويسي كاتب عام مساعد نقابة وحدات تدخل. حب نفهموا معاه بالضبط شنو اللي صار قبل المباراة وعليش غادر أعوان الأمن الملعب وبعد رجعوا نسيم. هي حركة احتجاجية رمزية قامت بها وحدات الأمنية تنديدا واستنكارا اللي صار البارح، معناها على أعوان الأمن اللي صار البارح، معناها كان عار على تقريبا على تونس الكل. اللي صار على المؤسسة الأمنية هذية ربما احنا ما عاش باش نسكتوا له. الشيء اللي صار هذية معناها تفاقم وحاجة من نوع هذية ربما هي مست بالمعنويات الأفراد. احنا لازمنا معناها الحركة هذية كانت هي كتعبير هذية معناها تفاقم وحاجة من نوع هذية ربما هي مست بالمعنويات الأفراد. احنا لازمنا معناها الحركة هذية كانت هي كتعبير منهم على أساس أنهم رافضين للشيء اللي قاعد يصير في ظل صمت سكوت الجميع، في ظل معناها عدم ردود فعل رناها واضحة على اللي صار البارح. بالنسبة لنا احنا غدوة كنقابة وحدة تدخل عنا اجتماع مكتب تنفيذي، طبعا فيه قرارات. القرارات ما عادش باش تكون سنندد أو سنرفع بيانات، القرارات باش نمروا آليا لأن باش ناخذوا قرارات تكون قرارات سليمة وقرارات معناها في صالح المؤسسة الأمنية وفي صالح الأمنيين، وقرارات اللي تكون ترد الاعتبار لعوانا وترد الاعتبار ربما للمعنويات نتاع الأفراد وترد الاعتبار للمؤسسة الأمنية. هذا اللي والنسيم الوقتاش باش نقعدوا هكا، وقتاش باش نلقاو بروتوكول معناتها واضح، ما نقعدوش في المظاهرات مرة نلوموا على الأمنيين ونقولوا تدخل عنيف، مرة نلوموا على المتظاهرين كما اللي صار البارح. صراحة صور أكيد ندوا بها الناس الكل بالحق تمس من معنويات الأمنيين التونسيين. وقتاش باش نلقاو بروتوكول نتاع خدمة واضح ينظم المظاهرات مرة معناتها ما عادش نسمع الشيء هذا. هي المظاهرات راهي منظمة حتى على معايير الدولية، وقت اللي تبدا معناها تبدا مظاهرة معناها غير سلمية، معناها غير مرخص فيها وغير سلمية، هي فما التعامل نتاعها يكون بالتفريق واستعمال القوة. إلا أنه اليوم سياسة ضبط النفس بالنسبة لنا احنا نقول لها ستوب، ما عادش فما باش تكون. احنا ضبط النفس هو في تطبيق القانون، ضبط النفس أن ما نتعداوش على الناس، ضبط النفس أن نحفظوا كرامة الناس، ضبط النفس أن نكونوا احنا شركاء في الحرية اللي موجودة في البلاد. لكن وقت يكون اعتداء على عوان الأمن بالنسبة لنا احنا هذا ما نسكتوش عليه، وهذا بالنسبة لنا احنا باش يكون رد فعل بالقانون ورد فعل باش يكون معناها على أساس أنه ناخذوا حق الأمنيين نتاعنا كلك سواء بالمتابعة القضائية وكلك سواء أنه بتطبيق القانون التفريق. كل حاجة مظاهرة أو حاجة غير سلمية وخاصة أنها تكون فيها عنف باش يكون استعمال لعنف الدولة. واضح نسيم، شكرا لك. اكيد حتى استعمال العنف الدوله ما يلزموش يتجاوز الحدود في اطار القانون، ما يلزمش، ما نحبوش العنف لا من المواطنين لا من الامنيين. نسيم، احنا الرساله اللي حابين نوجهها اللي كونا احنا كامنيين في سياسه ضبط النفس ان احنا نحبوا الناس انها تعبر على رايها، نحبوا الناس انها تتظاهر سلميا، نحبوا الناس انها تكون في دوله بالحق معناها تحترم مواطنيها. الا ان وقت اللي يتحول هذا عدم الاحترام احنا كامنيين
المؤمنين نحترموا كل المتظاهرين اللي أنا وقت يتحول إلى سب وشتم ويتحول إلى انتهاك ويتحول إلى مؤامرة ويتحول إلى اندساس ويحاول يتحول إلى استهداف المؤسسة الأمنية وخاصة الناس اللي قائمة بحفظ الأمن والنظام. لهنا ما عادش باش يكون يلزم تطبيق القانون ثم تطبيق القانون ثم تطبيق القانون. واضح، شكرا لك نسيم لبيب ورفقي. قبل ما نرجع معكم أكيد قاعدين نشاهدوا في الترجي التونسي موجود على أرضية الميدان هذا الإطار الفني للترجي التونسي. النادي الأفريقي مازال ما رجعش للميدان والسبب لأنهم يطالبوا بإخراج جماهير الترجي الرياضي التونسي. شوفوا مسؤولي النادي الأفريقي أنه فما عدد من الحاضرين زائد عن النصاب، ما نعرفوش وقتاش باش ترجع بالضبط المباراة. نزيد نتثبت قاعد شاهد توا أيضا في مجدي التراوي وأيضا ناصر الشوشيخ قاعدين يرجعوا إلى حجرات الملابس. نزيد نثبت شنو موجود ونرجع معاكم لبيب ورفقي وحظ موفق. شكرا محمد علي بوزقر. والعودة لمباراة الدربي ملعبيت الترجي على أرضية الميدان في انتظار ملعبيت النادي الإفريقي. ومعين الشعباني مدرب الترجي أجرى تغيير آخر بدخول غيلان الشعلالي مكان فوسيني كوليبالي بعد ما غادر تايس الخنيسي وعوض نسيم بن خليفة. يغادر فوسيني كوليبالي والبديل غيلان الشعلالي لأصبح قائد جديد بالنسبة للترجي بعد ما خرج القائد طاهيس الخنيسي ثم كولي القائد الثاني. قائد آخر في التشكيلة الأساسية هو غيلان الشعلالي. نذكر لكل من يشاهد الوطنية الأولى التعادل دون أهداف وفي اللحظة هذه دخول طاقم تحكيم المباراة ومن عبيد النادي الإفريقي. ونذكر بتشكيلة الفريقين هذه بعض الصور من مدرجات ملعب رادس. نبدأ بالنادي الافريقي. عاطف الدخيلي في المرمى، غازي عبد الرزاق، عزيز القاسمي، سامي الهمامي، وسام بن يحيى، احمد خليل، خليل قصاب، ادم الطاوس، ياسين الشماخي، رودريكو سي. نذكر الافريقي منقوص عدديا بعد الاقصاء في وجه اسكندر العبيدي. على بنك البدلاء اسامة الحنزولي، منتصر بعزيز، مكرم المرزوقي، حمدي العبيدي، زهير الذوادي، ادم قرب، عبد القادر الوسلاتي، معز الحاج علي، وصابر خليفه. بينما تشكيله الترجي فاروق بن مصفى، حمدي النجازي، الياسر الشتي، عبد القادر بدران، محمد امين توغاي، غيلان الشعلالي، محمد علي بن رمضان، عبد الرؤوف بن غيث، علاء الدين المرزوقي، انيس البدري، ونسيم بن خليفه. اللحظه هذه هو التوقيت اجراء التغيير على خط التماس امامكم. غيلان الشعلالي باش يكون تغيير جديد ثان لمعين الشعباني مكان فوسيني كوليبالي. هاو الأسماء البديلة للترجي: معز بن شريفية، خليل شمام، فادي بن شوق، رائد الفاتع، جان سيدريك قبو، محمد أمين بن حميدة، وفاروق الميموني. طاقم تحكيم المباراة: تامير روسي حكم رئيسي، المساعد الأول محمد بكير، الثاني يوسف الجامي، الحكم الرابع باديس بن صالح، ويراقب المباراة عواز الطرابلسي. والتغيير الثاني في صفوف الترجي الرياضي التونسي: غيلان الشعلالي مكان فوسيني كوليبالي. تغيير ثاني لمعين الشعباني، فوسيني كوليبالي كان انذر في الشوط الاول وكان ممكن نقطة ضعف في وسط ميدان الترجي، وبالتالي معين الشعباني يقوم بالتغيير الثاني بعد دخول ياسين بن خليفة مكان طه ياسين الخنيسي المصاب. هذا التغيير الثاني بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، في حين حافظ لطفي الرويسي على التشكيلة تابع المباراة لأنها منقوصة عدديا بعد إقصاء اسكندر العبيدي منذ الدقيقة الثامنة في انتظار إعطاء إشارة انطلاق الشوط الثاني من أمير لوسيف في ملعب حمادي العقربي برادس. اشتعلت الأضواء الكاشفة في هذه الآونة إشارة انطلاق الشوط الثاني. نذكر التعادل 0-0 بعد شوط أول. كرة لغيلان الشعلالي، غيلان الشعلالي يلعب للمرزوقي، توصل لبدران، لياس الشدي، لانيس البدري، انيس البدري، انيس البدري. اكيد نقصوا المباريات، نسق اللقاءات. انيس البدري كان خاض الدقائق الاخيره من مباراه الاولمبي البيجي في الجوله الفارطه وسجل الهدف الرابع للترجي. غيلان الشعلالي لنسيم بن خليفه، يرجع مره اخرى غيلان، 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 اللاعب البديل يحاول التمرير وكره ترجع لدفاع النادي الافريقي. وسام بن يحيى والمخالفه موجوده
موجودة ترجع الكرة للنادي الإفريقي. إذا في الديربي عدد 133 ديربي في ظروف خاصة، الترجي في المرتبة الأولى ب 22 نقطة من 7 انتصارات تعادل وهزيمة، والإفريقي في المرتبة 13 وقبل الأخيرة ب 7 نقاط من انتصار وحيد 4 تعادلات و5 هزائم. الترجي لعب 9 مباريات، النادي الإفريقي لعب 10 مباريات، تنفيذ المخالفة من عاطف الدخيلي، يرفع كرة ياسين الشماخي ما ياخذش الكرة، ياخذها توغاي، ترجع مرة أخرى للترجي الرياضي التونسي لغيلان الشعلالي، تخرج تماس، يقول أمير لوسيف التماس للنادي الإفريقي، التنفيذ بسرعة للشماخي، الشماخي تتفكل الكرة، ترجع لدفاع الترجي، حمدي النقاس، حمدي النقاس تحرك في آخر الشوط الأول ووفر فرصتين للتهديف لنسيم بن خليفة، كرة مرة أخرى لأنيس البدري، أنيس البدري، أنيس البدري، أنيس البدري يحتفظ بالكرة، يقوم بالمراوغة، أنيس البدري يبحث عن المساندة، توصل الكرة لغيلان الشعلالي ثم حمدي النقاس، حمدي النقاس يرفع كرة، حمدي النقاس بعيدة خارج إطار المرمى، ضربة مرمى للنادي الإفريقي تقريبا بعد مرور 3 دقائق في الشوط الثاني، تعادل 0-0 بين الترجي والنادي الإفريقي. الترجي سيستقبل النادي الرياضي البنزرتي في الجولة القادمة يوم الأربعاء 3 فيفري في المنزة ماضي 3، والنادي الإفريقي سيتحول إلى باجة لملاقاة الأولمبي الباجي ماضي ساعتين في نفس اليوم. لحساب الجولة 12 عطف دخيلي يرجع كرة من ضربة المرمى، يصعد بدران، توصل الكرة للمرزوقي لكن قبله مدافع النادي الإفريقي غازي عبد الرزاق يقوم بالتغطية لسامي الهمامي، سامي الهمامي التوزيع، وفما الانطلاقة من آدم الطاوس، والأمير لوسيف يقول ما فما شيء، أمير لوسيف بإشارة لضربة المرمى لفاروق بن مصفى يلعب بسرعة، فاروق بن مصفى توصل الكرة لإلياس الشتي، إلياس الشتي قريب له بالغيث، إلياس الشتي يرجع لمحمد علي بن رمضان، محمد علي بن رمضان وكرة لغيلان، يسقط غيلان وتبقى لوسام بن يحيى، وسام بن يحيى حرب على كورته لكن تتفك من غيلان، غيلان، غيلان الشعلالي توصل للمرزوقي وحاول التمرير والانزلاقية من غازي عبد الرزاق، يخرج الكرة قبل ما توصل لنسيم بن خليفة، تماس يتنفذ بسرعة للترجي الرياضي التونسي داخل المنطقة، التجديد والكرة مرت محاذية للقائم، التجديد من المرزوقي والكرة مرت محاذية للقائم، فرصة أخرى للترجي، تنفيذ ضربة المرمى لعاطف دخيلي عادة للعملية، والتسديدة من المرزوقي ما خلتش على الكرة أنيس البدري، هذه مرة أخرى العملية سدد البدري كان أمام عاطف الدخيلي والكرة مرت أمامهما وخرجت ضربة مرمى لعاطف الدخيلي في توقيت 5 دقائق لعب في الشوط الثاني، دائما تعادل 0-0 بين الترجي والإفريقي. والفرصة الأولى للترجي بعد تصويبة على الدين المرزوقي مخذهاش البدري، مرت بجانب قام عاطف الدخيلي، هذه كرة للنادي الإفريقي، يحاول الضغط الإفريقي داخل منطقة الجزاء، الشماخي ياخذها غيلان الشعلالي على الدين المرزوقي، غيلان التمرير لنسيم بن خليفة، حاول تمرير الكرة لكن متفطن أحمد خليل، كورتو مشيت الفاروق بن مصطفى، يرتفع نوعا ما، نسق المباراة مع بداية الشوط الثاني، الترجي يستحوذ، الترجي يضغط ويتواصل صمود دفاع النادي الإفريقي، ما ثماش مخالفة، يصلح الخطأ أنيس البدري، يصلح الخطأ وممتاز عزيز الكاسمي اللي كان سد منيع أمام أنيس البدري، لأنه بعض المناوشات بين عزيز القاسمي كانت تدخل وردة الفعل من أنيس البدري، ولكن لم يشاهد اللقطة أمير لوسيف، لا تدخل عزيز القاسمي ولا ردة فعل أنيس البدري، ولو أنه التدخل العنيف كان من أنيس البدري أمام أنظار الحكم المساعد الأول، واضح كرة لغيلان الشعلالي، محمد بكير كان بإمكانه أنه يلفت نظر حكم المباراة أمير لوسيف، كرة على اليمين لصالح الترجي، حمد النقاس، غيلان الشعلالي، غيلان داخل منطقة الجزاء، سامي الهمامي
يبعد الخطر على مرمى النادي الافريقي. الافريقي شاهدنا اسلوبه في الفترة الاولى، التكتل الدفاعي، محاولة البحث عن المساحات الشاغرة، لكن لم نشاهد الافريقي هجوميا، غاب هجوميا، ما عدا فرصة ادم الطاوس بالرأس بينما عديد المحاولات للترجي. وذكر بالنقص العددي للنادي الافريقي بخروج اسكندر العبيدي بالحمر. عبد الرؤوف بن غيث مع رودريكو سي، عبد الرؤوف بن غيث يرجع لعبد القادر بدران المحور للدفاع، استلام الكرة من محمد علي بن رمضان. الترجي يحاول ايجاد الحلول، الافريقي متكتل كالعادة دفاعيا. حمد النجاز يظهر على الرواق اليمين، التمرير الغيلان الشعلال غيلان، هذه كرة عبد الرؤوف بن غيث، بن غيث بن غيث يسوي مرة اخرى الدفاع، الدفاع حاث مرة اخرى. الترجي يستعين بالتسديد والتصويب من خارج منطقة الجزاء، ومرة اخرى دفاع النادي الافريقي حاضر. كرة لمحمد علي بن رمضان، رئيس الشتي الجزائري مرر البن رمضان، رئيس الشتي، رئيس البدري ياخذ كورته، البدري، البدري امامه احمد خليل، البدري خليل يعمل مراوغة، البدري، البدري التمرير للخليفة، ياسين بن خليفة، البدري، البدري غير على داخل منطقة الجزاء وسهلة لدفاع النادي الافريقي. الافريقي دفاعيا يعمل في مباراة كبيرة برشا، محترمة جدا امام خط هجوم الترجي. كرة عبد الرؤوف بن غيث يغير اتجاه الكرة، الحمد النجاز يصعد باستمرار، حمد النجاز، النجاز يشكل نقطة قوة الترجي في اخر الفترة الاولى وبداية الفترة الثانية داخل منطقة الجزاء. تصويبة بعيدة، صوب نسيم بن خليفة بديل طه ياسين الخنيسي، كرة بعيدة كل البعد على مرمى عاطف التخيري. هذه الإعادة، التمريرة ممتازة من حمد النجاز، لكن نسيم بن خليفة أخطأ مرمى عاطف التخيري، كورته مشيت بعيدة. عزيز القاسمي أو يرجع ممكن اللقطة، أمير رصيف لبيب يعطي الانذار بعد دقائق من لقطة التنيسة البدري، وأيضا عزيز القاسمي يعطيه الانذار، ممكن المساعد الأول أشار له باللقطة، وأشهر الانذار لعزيز القاسمي الظهير الأيمن للنادي الإفريقي. وأنذر أيضا أنيسة البدري زوز بطاقات صفراء بعد مرور تقريبا دقيقتين ولا ثلاثة دقائق على العملية، ممكن بعد الاتصال بينه وبين المساعد الأول محمد بكير 33 سنة دولي منذ 2019. رودريكو سيفي محور دفاع الإفريقي تألق في هذه الخطة الاستثنائية اليوم بعد إقصاء اسكندر العبيدي. أكيد الإفريقي يلعب بذكاء كبير خاصة بعد إقصاء اسكندر العبيدي، يلعب بأربع مدافعين ثلاثة فكاكين، ويلعب خليل القصاب وقت الكرة تبدأ عند النادي الإفريقي كمتقدم في الرواق الأيمن لمساندة ياسين الشماخي وأيضا آدم الطاوس. إلى حد الآن رسم تكتيكي ناجح من الثنائي لطفي رويسي خالد السويسي في انتظار بتبيع ما تبقى من مباراة هجومية للترجي، يبحث عن الحلول، يبحث عن التهديف. الإفريقي يحاول المفاجأة، يحاول المباغتة، تقريبا هذا هو السيناريو في هذه المباراة في ظل عديد المعطيات قبل وأثناء المباراة. قبل المباراة قلنا الوضعية السيئة للإفريقي في أسفل الترتيب، المرتبة 13 بسبع نقاط، الإفريقي قبل في كل المباريات الفارطة، والترجي متصدر للبطولة ب 22 نقطة، أكثر الفرق انتصارات، أحسن خط هجوم صحبة مستقبل سليمان دون اعتبار مباراة اليوم لمستقبل سليمان 15 هدف، وأقل الفرق تعادلات وهزائم، تعادل في مناسبة وحيدة ونهزم في مباراة وحيدة الترجي الرياضي التونسي. عاطف الدخيلي يتلقى في الإسعافات، أصيب في الشوط الأول ويتلقى في الإسعافات في الشوط الثاني، إن شاء الله يقوم لباس عاطف الدخيلي، وكما قلنا إن شاء الله سلامات للملاعبية الكل نعرفه نسق مرة توني لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، جولات متتالية يلعبوا في وسط الأسبوع في نهاية الأسبوع، ونعرف الظروف الاستثنائية بسبب فيروس كورونا.
الكورونا والانطلاق المتأخر للبطولة، وبالتالي الملاعبية يتحملوا في ضغط كبير على المستوى النفسي على المستوى البدني بالطبيعة لجانب كل الأطراف المعنية بلعبة كرة القدم. يقوم لاباس عاطف الدخيلي ويستأنف اللعب في ملعب حمادي العقربي برادس في توقيت 11 دقيقة لعب في الشوط الثاني. دائما التعادل قسمة خيان إلى حد الآن بين الجارين الترجي والنادي الإفريقي، يعني 55 دقيقة في المباراة. كرة للترجي توصل لإلياس الشتي، إلياس الشتي لاحظوا محاصرة رجل برجل من مدافع الإفريقي لمهاجمي الترجي التونسي. أنيس البدري يلعب مع إلياس الشتي، إلياس الشتي بدل ويرجع الكرة لمحمد أمين توغاي. محمد أمين توغاي غير دون عنوان، كرة تمشي ضربة مرمى لعاطف الدخيلي، وكأني بالارتباك أصبح من سيم لاعبي الترجي في اللحظات الأخيرة لم يجد الحلول. الترجي جرب على اليمين جرب على اليسار، حاول التسديد والتصويب من خارج منطقة الجزاء، ولكنه إلى حد الآن لم يجد الثغرات لم يجد الفتحات في اتجاه مرمى عاطف الدخيلي، وبالتالي بقيت النتيجة متعادلة. الإفريقي ينتظر ثم يحاول عكس الهجمة خاصة عن طريق ياسين الشماخي والمتعلق الشاب آدم التوسي. سيناريوهات عديدة منتظرة في هذه المباراة، كما السيناريو غير المنتظر وإقصاء اسكندر العبيدي منذ الدقيقة الثامنة، وتحمل الإطار الفني للإفريقي هذه البطاقة الحمراء وعرف كيف يقوم بتوليفة وقفت لحد الآن أمام هجمات متعددة للترجي. هو الامتلاك للترجي من بن رمضان لعبد الرؤوف بن غيث، يغير على اليسار للياس الشتي. عبد الرؤوف بن غيث لم يجد الحلول إلى حد الآن، الترجي الحلول الهجومية لم ينجح في فك شفر الدفاع النادي الإفريقي المستميت، خاصة أن النادي الإفريقي يلعب بنقص عددي. بن خليفة مع غيلان عنده الكرة، ممتاز نسيم بن خليف، تمريرة ومقطوعة من أحمد خليل العائد للابتلاع بدوره الدفاعي. هذه الهجمة المرتدة السريعة للنادي الإفريقي، لكن آدم التوسي لم ينجح في الترويض تماس، والهجمة لصالح الترجي. عبد الرؤوف بن غيث، إلى أنيس البدري، البدري بن غيث الحمد لله نجاز كالعادة موجود باستمرار العرضية داخل منطقة الجزاء. يسقط علاء المرزوقي، التغطية من عزيز القاسمي أمام الياس الشتي والتماس لصالح النادي الإفريقي. مباراة ممتازة جدا للنادي الإفريقي، قلت دفاعيا لأنه الحقيقة لحد اللحظة لم نشاهد تأثر ملعبية النادي الإفريقي بالنقص العددي الحاصل في ظل تواصل الهجمات للترجي، في ظل ضغط أبناء الشعباني يتواصل صمود واستماتة أبناء لطفي الرويسي. مباراة محترمة جدا دفاعيا، لأنه هجوميا الإفريقي غائب تقريبا تماما. التماس لعزيز القاسمي اللي تحصل على انذار منذ دقائق، القاسمي يستعد للتنفيذ. عزيز القاسمي مقطوعة من الشتي كما جات من وسام يحيى، بدران في التغطية، عبد القادر بدران يخلي الكرة تخرج، تماس لصالح الترجي، خليها بدران للياس الشتي، في تنفيذ رمية التماس. استلم الكرة من عبد الرؤوف بن غيث، الياس الشتي والتماس المرة هذه للنادي الإفريقي، كالعادة في التنفيذ. عزيز القاسمي، يستعد للتنفيذ، يبحث عن مساندة. عزيز القاسمي لأحمد خليل، مقطوعة من بن رمضان، هل يصعد ملاعبي الترجي بالكرة أم يضغط ملاعبي النادي الإفريقي؟ واضح الضغط كان من الشماخي على عبد القادر بدران، شماخي بدران يمرر الياس للشتي، الشتي يبحث عن الحلول، المساندة عند بن رمضان، ياخذ كرته بن رمضان، الياس للشتي لغيلان القائد الثالث في هذا الدربي بعد الخميسي وفوسيني كوليبالي. هذه كرة داخل منطقة الجزاء، محمد بكير يرفع الراية، ادم التاوس كان في موقع التسلل، والتنفيذ سريع من بدران بن رمضان، النكاز وحده طليق على الرواق اليمين،
وحده على الجهة اليمين كالعادة هل موجود باستمرار هجوميا حمد النقاس، كرة لعبد الرؤوف بن غيث أو محمد علي بن رمضان، حمد النقاس كالعادة هل النقاس، كرة الخيلان الشعلاري اللي خذا مكان فوسيني كوليبالي، تغير الاتجاه من اليمين لليسار من غيلان للشدي، حاول المرور تدخل الشاب خليل القصاب عامل حساب لتوغلات رياس الشدي، انزلاقية ناجحة من خليل القصاب اللي عنده هدف كان ضد النجم الرياضي الساحلي في كلاسيكو البطولة هنا في ملعب رادس المباراة اللي فات بالتعادل هدف لهدف عزيز القاسمي في تنفيذ رمية التماس، حوار بين أحمد خليل وعبد الرؤوف بن غيث ينتهي بضربة مخالفة لدفاع النادي الإفريقي. هذا خليل العهد للتشكيلة الأساسية وعودة الرقم 14 كما ذكرنا يحمل أحمد خليل بعد المرحوم الأسعد الورداني في 62 ثقة لاعب تقريبا ديربي العاصمة، دائما التعادل دون أهداف بين الترجي والنادي الإفريقي. الكرة ترجع بمخالفة يقول أمير لوسيف ضد النادي الإفريقي خليل القصاب، ترجع الكرة يمشي نبع عليه أمير لوسيف، تتنفذ بسرعة من بدران محمد أمين توغاي لمحمد علي بن رمضان، بن رمضان بن رمضان بن رمضان مع الشماخي ثم وسام بن يحيى، يوصل حتى ثلاثة ملاعبية على حمل الكرة، الضغط على حمل الكرة من ملاعبية النادي الافريقي، ياسر الشدي قريب له غيلان الشعلالي لعبد الرؤوف بالغيث، يرجع للشعلالي، الشعلالي التمرير داخل المنطقه للمرزوقي وحول المراوغه والانزلاقيه ناجحه من سامي الهمامي، وترجع الكره من عزيز القاسمي في اتجاه ياسين الشماخي وامير لوسيف، مخالفه يعلن المخالفه ضد مدافع الترجي الرياضي التونسي. بعد هذه العمليه امير لوسيف يعلن مخالفة تقريبا في الدائرة المركزية للميدان، يبقى على أرضية الميدان ياسين الشماخي في توقيت 63 دقيقة. هذه العملية هذه المتابعة من بدران، ثم المخالفة على ياسين الشماخي وهذه عملية أخرى والإعادة للمرزوقي والانزلاقية من سامي الأمامي دون أن يرتكب الخطأ، يخرج كرة يخذ عزيز القاسمي ويبعد الخطر عن منطقة النادي الإفريقي. تنفيذ المخالفة لسامي الهمامي عاد للتشكيلة وعاد بأداء مقنع إلى حد الآن سامي الهمامي، ترجع من حمد النقاس، تبقى الكرة للنادي الإفريقي من آدم الطاوس، الكرة لدفاع الترجي رويدا رويدا، تخرج ضربة مرمى لفاروق بن مصفى، فاروق بن مصفى باش يرجع الكرة قريب له بدران، والتغيير الأول في تشكيلة النادي الإفريقي، الرقم 20 منتصر بعزيز باش ياخذ مكانه في تشكيلة النادي الإفريقي، مكان رقم 21 آدم الطاوس، خروج آدم الطاوس، تعب آدم الطاوس في الشوط الثاني كان متألقا في الشوط الأول، ودخول منتصر بعزيز، الإفريقي يبحث عن الانتصار أيضا في هذه المباراة. تغيير أول للطفي الرويسي بعد زوز تغييرات لمعين الشعبيني وكرة لحمد النكاس، يرجع لغيلان الشعلالي اللاعب البديل، توصل لإلياس الشتي، تغيير كرة من اليمين إلى اليسار لعبد الرؤوف بن غيث، محمد علي بن رمضان، بن غيث يبحث عن الحلول ويستغيث، بن غيث في خط وسط ميدان الترجي يبحث عن الحلول، طارة التمرير على اليمين دورا على اليسار، وهذا محمد علي بن رمضان يحب يفتح الزاوية من أجل التسديد، توصل لبن غيث التوزيع دخل المنطقة وعاطف دخيلي لم يحسن الخروج، ترجع وتبقى للمرزوقي ثم الياس الشدي على مستوى القائمة الثانية بالرأس، بالرأس من نسيم بن خليفة، بالرأس من نسيم بن خليفة، تقريبا هذه ثالثة ورابعة فرصة يضيعها نسيم بن خليفة بديل طه ياسين الخنيسي، التسديدة بالرأس بعد خروج أول خطأ من عاطف الدخيلي، تكتمل الهجمة إعادة التوزيع على مستوى القائمة الثاني يسدد، هذه إعادة، شكرا توفيق العليمي، هذه إعادة، كرة ياخذها المرزوقي، يمرر المرزوقي للياس الشدي، التوزيع وبالرأس فوق المدافع يصعد نسيم بن خليفة ولكنه يخطئ المرمى، ضربة مرمى
الوطني الافريقي ترجع دون خطا. يقول امير لوسيف التوزيع والتدخل بالراس من رودريكو سي يبقى لاعب الافريقي ملقى على ارضيه الميدان، ما يخرجوش الكره من لاعبيه الترجي، وتبقى ليس شتي يلعب مع بلغيث، توصل لي بدران لمحمد علي بن رمضان، يخرج الكره من لاعبيه الترجي باهية في اخر اللحظات اخراج الكره، وخليل شمام مع بلغيث اكيد في رد فعل استفزازي بين اللاعبين من لاعبيه الترجي، كان بامكانهم اخراج الكره وقت اللي الملاعبي ملقى على ارضيه الميدان، ممكن تكون حالته الصحيه حرجه خطيره، باهي التوقي باهي الحذر، هذاك علاش تغشوا ملاعبيه النادي الافريقي. حبوا تكمل سلامات روح رياضيه بين الملاعبيه موجوده على ارضيه الميدان، ديربي نظيف نريده هذا الموسم بين الافريقي والترجي، وهذه اعاده للعمليه. وسام بن يحيى يسقط على ارضيه الميدان، صحيح السقوط خايف وسام بن يحيى بعد تدخل بالراس من بدران، وكان لزاما على ملاعبيه الترجي اخراج الكره، ذاك علاش احمد خليل الى حد الان فما تهدئه بين ملاعبيه وروح رياضيه بين بلغيث واحمد خليل. تحدثنا على العدد 14 كنا حجب من اقمصه النادي الافريقي بعد وفاه اسعد الورتيني يوم 4 جانفي 2013، 8 سنين ويعود هذا العدد الى قميص النادي الافريقي، ويتقمصه لاعب ابن القيروان كما هو شان للمرحوم لسعد الورتيني، يشغل نفس الخطه كلاعب ارتكاز وهو احمد خليل، بعد ما وافقت ارمله اللاعب السيده مريم المحيرسي على منح هذا العدد، كان تكريم وان حجب هذا العدد من اقمصه النادي الافريقي، ولكن الكل تجمع من اجل مؤازره الافريقي في هذه الوضعيه الصعبه، وتجند قبل الدربي العاصمي ضد الترجي. كرة ترجع للترجي للشعلالي، التوزيع والازدواجية خاطئة من نسيم بن خليفة، والازدواجية من أنيسة البدري، أنيسة البدري ظلمت نسيم بن خليفة، أنيسة البدري أكيد تنقص المباريات هذه التوزيعة، أنيسة البدري حاول الازدواجية بلمسة خفيفة تخرج الكرة ضربة مرمى للنادي الإفريقي، وضربة المرمى بعد كرة ما أخذهاش أنيسة البدري، ضربة المرمى في تنفيذ عاطف الدخيري وعودة وسام يحيى، ممكن الملاعب أكثر خوض دربيات في التشكيلة الأساسية للنادي الإفريقي، قائد الإفريقي يعود إلى أرضية الميدان، والتماس لعزيز الكاسمي، التماس لصالح النادي الإفريقي، وتوصيات لطف الرويسي للشاب عزيز الكاسمي اللي يخوض أول دربي ليه في مشواره الكروي. عزيز الكاسمي اللي عرفناه مع منتخب الأواسط، منتخب مير الكنزاري اللي تأهل لي كان موريتانيا 21-20. محمد علي بن رمضان يبحث عن بدران، يعطيه التمريرة، كرة للياس الشتي، عودة لمحمد علي بن رمضان، استلام الكرة من غيلان الشعلالي، قاد الترجي كالعادة البحث على حمد النجاس، غيلان الشعلالي عنده الكرة، غيلان الكرة لعبد الرؤوف بن غيث، يتواصل استحواذ الترجي وتكتل النادي الافريقي. هذه الصورة اللي شاهدناها منذ بداية المواجهة، منذ بداية الدربي، تصويبة من غيلان، يأخذ الكرة الثانية عبد الرؤوف بن غيث، نسيب بن خليفة يتدخل الدفاع وضربة مخالفة، يتدخل أيضا أمير لوسيف حكم المباراة، أمير لوسيف بعد التوزيع في اتجاه نسيم بن خليفة، كرة اللي تصدلها بالرأس غازي عبد الرزاق، وتدخل أمير لوسيف لمرحلة مخالفة لمدافع النادي الإفريقي، أمير لوسيف اللي قلنا يدير ثاني ديربيلي في ظرف وجيز بعد مباراة إياب الموسم الفارط، ونذكر بأنه أكثر حكم تونسي أدار ديربيات هو الحكم السابق فتحي بوستة، اللي أدار 6 ديربيات بالتمام والكمال. هذه كرة في محور الدفاع، بدران البدري بن رمضان والتماس، التماس لصالح النادي الإفريقي، مباراة محترمة جدا للنادي الإفريقي اللي يلعب بنقص عددي، ويرى حد الآن الإفريقي الند للند مع
عن الترجي، لانه كي تشوف الوضعيه وضعيه الترتيب، الترجي متصدر ب 22 نقطه، الافريقي مرتبه 13 بسبع نقاط، الترجي بانتصارات عديده، الافريقي بتقريبا خمسه هزائم الى حد الان في البطوله، ولكن والترجي بانتدابات وتعزيزات بين الفترتين الصيفيه والشتويه، والافريقي دون انتدابات اكيد تتغير المعطيات. بالضبط، الافريقي دون تاهيل المنتدبين، التعويل بالاساس على امر النادي من الشبان يلعب في مباراه محترمه جدا امام الترجي بملاعبيه عندهم الخبره، بملاعبيه فنيه عندهم امكانيات كبيره. هذه كره لنسيم بن خليفه، ممكن الترجي في مباراه اليوم ينقصوا الهداف، الملاعب ينجم يحط الكره في الشباك في ظل مغادره طه ياسين الخنيسي بسبب الاصابه. نعرفوا نسيم بن خليفه صحيح ينجم يلعب مهاجم، ولكن مهاجم رواق بالاساس. كره لعبد الرؤوف بن غير، الترجي يواصل الضغط، الياس الشتي، الشتي الى محمد علي بن رمضان، يبحث عن حل بن رمضان، لكن تدخل وسام يحيى بخبره السنوات الطويله يعود لقطع كره في دفاع فريقه وقطع هجمه كانت واعده للترجي. او يسعد امين توغاي، الترجي بكل ثقه له، يسعد كره الغيلان على اليسار، الياس الشت العرضيه داخل منطقه الجزاء، رودريكو سي، رودريك في تصدي لعرضية ريس الشت، ريس البدري يبحث عن وسيندر البدري، ريس الشت معاه حاول المرور وحده البدري، بدري ممتاز وراوغة أولى ثانية غير ناجحة. العلامة الكاملة لدفاع الترجي، لدفاع النادي الإفريقي أمام خط هجوم الترجي الضاغط منذ بداية المباراة، ولكن كما قلنا دفاع النادي الإفريقي حاضر بقوة في مباراة اليوم. لطفي الرويسي كما قلنا خيارات تضييق المساحات، اعتمد أسلوب التكتل الدفاعي أمام هجمات الترجي وناجح في ذلك إلى حد الآن، رغم النقص العددي بخروج المدافع المحوري اسكندر العبيدي. حمد النقاس، كرة للترجي، علاء الدين المرزوقي ابن النادي الإفريقي، علاء الدين المرزوقي تقمص ايضا زي النادي الافريقي في السابق ويلعب اليوم بقميص الترجي في التشكيل الاساسي كما اشرنا. فاروق بن مصطفى ايضا خاض الدربي بقميص النادي الافريقي، وعدد كبير لبيب من الملاعبيه اللي خاضوا الدربيات بزي الفريقين. ممكن قبل كانت الاستثناء كان نبيل معلول، ولكن في السنوات الاخيره عادي وانه ملاعبي من الترجي تلقاه في النادي الافريقي، والعكس صحيح. صحيح والعكس صحيح، وايضا بعد تنقلات عديده نجم يتنقل الى فريق اخر كما هو الشأن بالنسبه لفاروق بن وسام، يعني ما يكونش تنقل مباشر من الافريقي الى الترجي والعكس، بالعكس من الترجي الى الافريقي، لازم فما محطه عبور بين الفريقين، والا زوز محطات. واخر الوافدين على الترجي الرياضي التونسي فاروق بن مصطفى بعد تجربة سعودية يحط الرحال في باب سويقة ويحرس شباك الترجي في هذه المباراة ضد فريقه السابق النادي الافريقي فاروق بن مصطفى، حارس النادي الرياضي البنزرتي ايضا سابقا. وتعود الكرة للنادي الافريقي بعد اصابة المدافع حمل قميص رقم 4 عزيز القاسمي، يخرج للتداوي بعيدا عن المستطيل، وبالطبيعة باش يستأنف اللعب بضربة مخالفة من الحارس عاطف الدخيلي، يرفع كرة والتدخل من الياس الشتي كما جات الياس الشتي، نسيم بن خليفة معاه رودريكو سي، أمير لوسيف يدخل ويقول المخالفة ضد رودريك، ويرجع عزيز القاسمي سليم معافى إلى التشكيلة الأساسية. زوز ملاعبية من الإفريقي يقوموا بالحركات التسخينية، الرقم 26 معز الحاج علي ورقم 28 حمدي العبيدي، متوسط ميدان ومهاجم يقوم بالحركات التسخينية أمام بنك بدلاء النادي الإفريقي استعدادا للدخول والانضمام إلى التشكيلة. وهذه عملية فنية تتقص من دفاع الإفريقي، وترجع لمحمد أمين توغاي يلعب الكرة مع فاروق بن مصطفى، فاروق بن مصطفى ترجع لبادران، بادران فاروق بن مصطفى، فاروق بن مصطفى، فاروق بن مصطفى يلعب الكرة مع توغاي لبن رمضان، بن رمضان لشعليلي، ترجع مرة أخرى لبن رمضان، محمد علي بن رمضان، محمد علي بن رمضان لم يجد الحلول الترجي، يبدل الياس
الشتي إلياس الشتي أمامه خليل القصاب توصل لغيلان التمرير لأنيس البدري محمد علي برمضان يصدد ممتاز عاطف الدخيلي في مناسبه الهدف والهدف الأول أنيس البدري والهدف الأول للترجي الرياضي التونسي افتتاح النتيجة في توقيت 75 دقيقة لعب بعد تسديدة أولى قوية كانت بن محمد علي برمضان تصدى بكل براعة عاطف الدخيلي ودون رقابة يتمكن أنيس البدري من افتتاح النتيجة للترجي الرياضي التونسي في توقيت 75 دقيقة لعب. هذه عادة للعملية التسديد بقوة والتدخل من عاطف الدخيلي ثم كرة ثانية أمام أنيس البدري أكيد أمام حارس كان ملقى على الأرضية أنيس البدري دون ترويض سدد في الشباك افتتح النتيجة للترجي في توقيت 75 دقيقة لعب. هذا التغيير للترجي حمل قميص رقم 32 باش يدخل رائد الفادع يدخل مكان حمل قميص رقم 7 علاء المرزوقي. هذه عادة لعملية الهدف الأول للترجي التدخل من عاطف الدخيلي المرة هذه دون رقابة أنيس البدري داخل منطقة جزاء الإفريقي سدد بعد عودة الكرة من عاطف الدخيلي وسجل الهدف الأول. والبدري اللي سجل الهدف الرابع في باجة يفتتح باب التسجيل في مباراة الدربي. الهدف الأول في الدربي عدد 133 والهدف 160 للترجي في شباك النادي الإفريقي تاريخيا. البدري سدد في مرمى الدخيلي تتغير المعطيات في هذا الدربي. الحوار بين أمير لوسيف ومعين الشعباني ممكن أمير لوسيف يطلب الهدوء من بعض جماهير الترجي الحاضرة في المدرجات. هدف الأسبقية هاو الصورة. شكرا لتوفيق العليمي. في مباراة من المفترض أنها تدور دون حضور جمهور بالفعل وشفنا أنه النادي الإفريقي قبل بداية الفترة الثانية وحسب محمد علي بزقارو اللي كان على مقربة من حجرات الملابس يقولوا أنه ملاعبية النادي الإفريقي رفضوا الدخول إلى أرضية الميدان إلى حين إخراج كل الجماهير جماهير الترجي الرياضي. على كل تقريبا 78 دقيقة لعب هدف دون مقابل للترجي. محمد علي بن رمضان ضرب بقوة من خارج منطقة الجزاء والبدري يضرب من جديد يفتتح باب التسجيل. أنيس البدري اللي في جان في 2020 سجل آخر هدف ليه للترجي في مرمى مستقبل سليمان ثم غادر نحو اتحاد جدة وبعد عام يسجل في مرمى الأولمبي البيجي ويسجل في دربي العاصمة. هو متعود على التسجيل في الدربيات لأنه أول مباراة ليه رسميا بقميص الترجي كان نهائي كاس تونس سنة 2016 وسجل أنيس البدري في مرمى النادي الإفريقي. البدري على بدري يتأقلم من جديد في جو الترجي والإضافة الحاصلة من اللاعب السابق لموكرون البلجيكي وتجربة كانت خليجية مع فريق اتحاد جدة. حوار بين لطفي الرويسي ومعين الشعباني الروح الرياضية بين المدربين كيد احترام متبادل بين الشعباني ولطفي الرويسي والحوار متواصل بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي والحوار أيضا في المنطقة الفنية بين معين الشعباني اللي نذكر هذا سادس ديربي لي كمدرب. عمل 4 ديربيات سابقة زوز انتصارات زوز تعادلات وكلاعب خاض 8 ديربيات معين الشعباني وسجل زوز بونتوات. يستأنف اللعب كرة الغيلان الشعلالي إلى الرائد الفادع أول لمس للكرة بديل علاء الدين المرزوقي. تقريبا 10 دقائق لعب تفصلنا على نهاية هذا الدربي. تغيرت النتيجة منذ قليل هدف راس بقية للترجي عن طريق أنيس البدري. كرة دائما للترجي غيلان الشعلالي غيلان اللي خذا مكان فوسيني كوليبالي والإضافة الحاصلة من متوسط الميدان غيلان الشعلالي بن رمضان. بن رمضان كرة لعبد الرؤوف بن غيث يغير على اليسار لليسار الشتي يعاود ياخذها عبد الرؤوف بن غيث. محمد علي بن رمضان بن رمضان النقاز داخل منطقة الجزاء تصويب تصويب خطيرة مرة أخرى خطورة ترجي على مرمى عاطف الدخيلي مخذاش القاد غيلان الشعلاني وتغيير زوز تغييرات حمدي العبيدي
بن قميص 28 ومعز بالحاج علي بن قميص 26 زوز تغييرات باش يقوم بهم لطفي الرويسي. ممكن تحدث الكثير على إمكانية دخول ممكن صابر خليفة ياسين الشماخ اللي غادر وأحمد خليل. أحمد خليل العائد للتشكيلة الأساسية عمل مردود ومجهود كبير حمل قميص رقم 14 قلنا الحقيقة خذا رقم الأسعد الأورتيني، ولكن في السنوات الأخيرة ثم ملاعبية لعبوا بالرقم 14 على غرار سيف الدين بن عكرمي عصام الدخيلي ثنائي هذايا على الأقل قمص كان الرقم هذايا اللي عنده رمزية كبيرة الرقم المرحوم الأسعد الأورتيني زقو قلب الأسد بالنسبة للنادي الإفريقي. بدينا نقربوا من نهاية الدربي أسبقية الترجي أمام النادي الإفريقي هدف دون مقابل هدف أنيس البدري بعد كرة قوية من محمد علي بن رمضان يرجعها دخيلي أمام أنيس البدري وكأني به يقول لقد عدت إليكم من جديد رسالة لجماهير الترجي إضافة حاصلة لأنيس البدري ثاني مباراة لي زوز أهداف أمير لوسيف مع القائد غيلان الشعلاني ومع الكابيتانو وسام يحيى الحوار من أجل تهدية الخواطر بين لاعبي الحوار متواصل بين أمير لوسيف غيلان والتحية لجمهور الترجي الأعداد القليلة الحاضرة في المدرجات وسام يحيى بدوره حقيقة الحب مباراة نظيفة مباراة الدربي عدد 133 بين الفريقين. وأكيد نيس البدري سجل وافتتح النتيجة في هذه المباراة في دقيقة 75 الهدف الثالث لنيس البدري في سادس دربي يلعب لحساب البطولة أرقام عماد الكيلاني. تحية لعماد الكيلاني متابع لكل صغيرة وكبيرة. وزال الحوار والنقاش بين غيلان والحكم أمير لوسيف اللعب متوقف في ملعب حمادي العقربي برادس أمير لوسيف اللي أدار مباراة للترجي في الموسم الحالي ضد النادي الرياضي السيرسي انتهت بفوز النادي السيرسي بهدفين لصفر. كان ذلك في الجولة الثامنة وأقصى عبد القادر بدران ودار مباراة للنادي الإفريقي ضد اتحاد تطاوين لحساب الجولة الرابعة في ملعب حمام لنف انتهت بالتعادل 2-2. يعني المباراة الثانية اللي زفرها ويديرها أمير لوسيف للفريقين في بطولة الموسم الحالي. النقاش مازال متواصل وأكيد الأطراف الأمنية معنية بإخراج الجمهور الزائد عن النصاب في ملعب حمادي العقربي برادس. كما قلنا ظروف استثنائية كوفيد كورونا وبالتالي فما عدد أقصى مسموح به للفريقين من النادي الإفريقي من الترجي الرياضي التونسي. اللعب يتوقف مرة أخرى. شاهدنا كل شيء في هذه المباراة ولم نشاهد أي شيء على المستوى الفني متوسط أو أقل في هذا الديربي العاصمي. عدد 133 شاهدنا وقفة احتجاجية للأمنيين قبل انطلاق المباراة خروج من الملعب وعودة احتجاجا على صار البارح في شارع الحبيب بورقيبة ثم توقع اللعب في عديد المناسبات في هذا اللقاء. والنادي الافريقي ايضا خرج متأخرا من حشرة الملابس بانتظار اخراج العدد الزائد من جماهير الترجي المتواجدة في هذا الملعب وتوقف اللعب في الشوط الثاني للمرة الثانية من اجل نفس السبب. التوقيت 84 دقيقة لعب والنتيجة 1-0 للترجي ضد النادي الافريقي. هدف نيس البدري في دقيقة 75. ننتظر عودة اللعب في ملعب حمادي العقربي برادس. اكيد النادي الافريقي قلنا في وضعية صعبة في اسفل الترتيب في المرتبة قبل الاخيرة. الترجي سجل الهدف الحادش ليه في الاشواط الثانية. الهدف عدد 16 ليه لحد الان. سجل 5 في الأشواط الأولى و11 في الأشواط الثانية في حين النادي الإفريقي يقبل الهدف العاشر ليه في الشوط الثاني. 8 قبلهم في الأشواط الأولى والمجموع 18 هدف. بعض الأرقام في انتظار
عودة اللعب في ملعب حمادي العقربي برادس. كنا ننتظر ممكن صورة أفضل من هذه المباراة من الدربي العاصمي كما شاهدنا قبل انطلاق المباراة اللي صار وأثناء المباراة. ما الذي يحدث في ملعب حمادي العقربي برادس الإفريقي؟ تشبث بحقه في اللعب دون حضور جمهور حسب القوانين وحسب اللوائح الخاصة بالكوفيد بكورونا، أكيد التوقي في مثل هذه الجائحة. لعب متوقف في ملعب رادس، وحديث وحوار بين لطفي الرويسي وغيلان. نشاهد أيضا العدد من أحباء النادي الإفريقي موجودين. يعني السؤال المطروح، كيفاش دخلوا إلى ملعب حمادي العقربي برادس أحباء الترجي وأحباء النادي الإفريقي؟ هذا هو السؤال المطروح في انتظار بتبيعة إخراج الجميع ومواصلة اللعب. تقريبا الطقس برد رفقي، الملاعبية يعودوا يسخنوا على أرضية الميدان، نسق متقطع. هو في الحقيقة المباراة كما قلنا مستواها أقل من المتوسط، ما شاهدناش مباراة كبيرة في هذه في هذا الديربي، ولكن مع التقطعات أكيد أنه النسق باش يكون أسوأ في الدقائق الأخيرة من هذا اللقاء. أمير لوسيف يستعد لإعلان استئناف المباراة. كرة أمام رودريغ كوسي، وبتبيع تدخلات من أجل إتمام هذه المباراة. إلى حد الآن 1-0 للترجي. هدف أنيس البدري في الدقيقة 75 سجل في ثاني ظهور لي بتشكيلة الترجي، وهو العائد من تجربة سعودية مع الاتحاد. وأنيس البدري لبيبي سجل ثالث هدفه في ديربي العاصمة، ولكن يبقى هدف الديربي تاع ياسين الخنيسة الذي غادر أرضية الميدان بأربعة أهداف. ضربة مخالفة للنادي الإفريقي، رودريكو سي يصعد بثبات فاروق بن مصفى ويربح المخالفة. جازف نوعا ما فاروق بن مصفى، ولكن كان ثابت الحقيقة في التدخل الأخير. هذه الإعادة يعني قطع بعض الأمطار باش اقتنص الكرة، نجح في ذلك ويربح ضربة المخالفة. هذه الإعادة من زاوية أخرى بعد دخول حمدي العبيدي وأيضا سامي الهمامي في صراع وحوار فضائي مع حارس مرمى الترجي فاروق بن مصفى. 3 دقائق ممكن أقل تفصلنا عن نهاية هذا الدربي، وأكيد وقت ضائع كبير باش يحتسبوا أمير لوسيف حكم مباراة اليوم في هذا الدربي. كرة في دفاع الترجي، عبد القادر بدران إلى محمد أمين توغاي. توغاي العبد القادر بدران يطلب الكرة لياسر الشتي، كرة جزائرية 100% بين توغاي بدران والشتي. يحاول الترجي تدرج بالكرة، وقاعدين نشوفوا في ضغط ملاعبية النادي الإفريقي، لأنه ملاعبية النادي الإفريقي تغير أسلوبهم بعد قبول الهدف، أصبح الضغط على حامل الكرة ومحاولة العودة في المباراة. الكرة مقطوعة من جانب الترجي. بن رمضان عطاء غزير لهذا اللاعب العائد للتوقيع مع الترجي. وغيلان الشعريري كرة داخل منطقة الجزاء، رائد الفدع وسهلة عند عاطف الدخيلي. أيضا ملاعبي آخر رجع للإمضاء مع الترجي ورائد الفدع، قبله كان محمد علي بن رمضان. وغيلان الشعريري بعد تجربة ما عمرتش برشا في البطولة التركية يعود ليوقع مع الترجي، هما ثلوث من أبناء النادي. هذا حمدي العبيدي، تصويبه فاروق بن مصفى، ممتاز حمدي العبيدي، تصويبه على الطائر وفاروق يحط الكرة في الركنية، ممتاز جدا. هذه رعادة بعد كرة طويلة من عاطف الدخيلي. شوفوا حمدي العبيدي الترويض ثم التسديد والامتياز أيضا لفاروق بعد تمريرة من منتصر بعزيز. حكيت على أبناء الترجي، هذم أبناء النادي الإفريقي يا شبان. بعزيز في التمهيد ثم حمدي العبيدي في الترويض والتسديد، هو التألق كان لفاروق بن مصفى. منتصر بعزيز
زهاد المكرم لاعب شاب آخر واحد آخر من أبناء النادي سيكون ورقة أخرى يدفع بها لطفي الرويسي على النادي الإفريقي في كرة أخيرة كان قريب من التعديل. ثواني تفصلنا على درك نتيقة 90 دائما أسبقية الترجي هدف دون مقابل يغادر حامل القميص الرقم 18 خليل القصاب والبديل آدم قرب. يعني لطفي الرويسي يلعب الكل في الكل يغادر متوسط ميدان يدخل مهاجم. النية واضحة محاولة العودة في المباراة بعد هدف راس باقية لأنيسة البدري يغادر القصاب والبديل آدم قرب وننتظر كم سيضيف حكم المباراة أمير نسيف. وقد ضاع في هذا الدربي عدد 133 والترجي لحد الآن متقدم في النتيجة التماس 5 دقائق كاملة يضيفهم أمير نسيف وقد ضاع في مباراة اليوم بين الترجي والنادي الإفريقي. وخاسي عبد الرزاق التماس الطويل داخل منطقة الجزاء محاولة من أجل الوصول المرمى فاروق بن مصطفى اللي يتألق كأحسن ما يكون أمام حمدي العبيد يقول ما تم شيء من روسيف. هجمة مرتدة هجمة لصالح الترجي كرة الرائد الفادة ياخذها مكان على الدين المرزوقي. غيلان الشعلاني يربح ضربة مخالفة أمام أنظار الحكم أمير نسيف. دائما لبيب أسبقية الترجي أمام النادي الإفريقي هدف دون مقابل هدف دقيقة 75 عن طريق أنيس البدري. والبطاقة الصفراء أمير نسيف ضد القائد وسام بن يحيى. وسام بن يحيى وبطاقة صفراء هي الثالثة ضد النادي الإفريقي. عزيز القاسمي أدم الطاوس اللي خرج وسام بن يحيى دون تغافل عن الإقصاء ضد اسكندر العبيدي منذ الدقيقة 8 الكرة باش ترجع للترجي الرياضي التونسي بمخالفة هذه العملية عملية المخالفة والاحتجاج من ملاعبية النادي الافريقي على هذه العملية. هذه ايضا المخالفة والتدخل من حمدي النقاس على مهاجم النادي الافريقي وامير لوسيف يأمر بمواصلة اللعب تنفيذ المخالفة للترجي. رفع الكرة داخل منطقة الجزاء وكرة تخرج ضربة مرمى للنادي الافريقي. تحدث رفقي عن غيلان الشعلالي واضافته في الشوط الثاني وفي الحقيقة عبد الرؤوف بلغيث كان هو المكلف بتنسيق العمليات الهجومية للترجي في الشوط الاول مع دخول هذه بطاقة حمراء ضد ملتقى كرة كانت من امير لوسيف ضد ملتقى كرة. واكيد هو فما احتجاجات من بنك بدلاء النادي الافريقي على الوقت الاضافي 5 دقائق. فما اشارة من احد المسؤولين الموجودين على البنك يمشي للحكم الرابع ويقول له على الاقل فما 10 دقائق كوقت اضافي ولكن امير لوسيف اشار ب5 دقائق رسمها على اللوحة الالكترونية الحكم الرابع. هذه محاولة والمخالفة اكيد توقف اللعب في عديد المناسبات في الدقائق الاخيرة من هذه المباراة وهذه المحاولة والتدخل على لاعب الافريقي ثم على انيس البدري توقفات بالجملة واحتجاجات في اخر الدقائق وفوضى قرب بنك بدلاء الزوز فرقة. والحكم يمشي للحكم الرابع امير لوسيف يمشي للحكم الرابع امير لوسيف. فما بطاقة حمراء ضد من البطاقة الحمراء ضد الهادي البياري ظن الهادي البياري المسؤول بالنادي الافريقي. هذه البطاقة الحمراء يمشي مرة اخرى للنقاش والحوار وسام بن يحيى. احتجاجات كبيرة على طاقم التحكيم هذه العملية وهذه هذا التدخل بالمرفق من انيس البدري في اطار اللعب وترجع الكرة الحكم يقول مخالفة للترجي الرياضي التونسي. ياسر الشتي وراء الكرة كما قلت فوضى قرب بنك بودلاء النادي الافريقي. احتجاجات بالجملة على اداء امير لوسيف خاصة في الدقائق الاخيرة. فما المرفق من انيس البدري فما المخالفة وشكرا توفيق العليمي على هذه الاعادات. شكرا لكل من امن هذا النقل المباشر على الوطنية الاولى للدرب العام
العاصمي بين الترجي والنادي الافريقي من تقنيين من كل الزملاء الساهرين على صورة جيدة للوطنية الأولى من خلال هذا النقل للمباراة بين الترجي والنادي الافريقي في الوقت بدل الضايع في توقيت 5 دقائق في الوقت ضاع ثواني تفصلنا عن الوقت اللي يضافه أمير لوسيف، ولكن باعتبار وأنه اللعب توقف أيضا في الوقت البديل سيضيف ممكن 2 دقائق أو دقيقة على 5 دقائق. هذا رودريكو سي رجع كرة كما جاءت في وسط الميدان، والكرة لمحمد علي بن رمضان ياخذها حمد النجاز لحظات أخيرة هنا في ملعب رادس الأسبقية للترجي أمام النادي الإفريقي، هدف دون مقابل هدف أنيس البدري لحظات، ويعلن أمير لوسيف نهاية المباراة نهاية الدربي 133، الغلبة السيطرة الانتصار إلى حد الآن للترجي أمام النادي الإفريقي، لأنه لم يتواصل الصمود بالنسبة للنادي الإفريقي وحقق المطلوب. الترجي انتصار جديد في تاريخ الدربي، الانتصار 54 للترجي تاريخيا أمام النادي الإفريقي، هدف دون مقابل بفضل هدف أنيس البدري دقيقة 75. هذه الإعادة بعد تصويبة بن رمضان تألق خيري، لكن البدري سدد في مرمى هدف الأسبقية، هدف الانتصار للترجي كما قلنا تاريخيا الهدف الانتصار 54 والثامن هذا الموسم في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بعد قليل محمد علي بوزقرو باش يكون موجود في تصريحات ما بعد المباراة. يتجمد رصيد النادي الإفريقي 7 نقاط والترجي يرفع رصيده 25 نقطة، يعزز صدارة الترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. 1-0 للترجي أمام النادي الإفريقي. فضل محمد علي. أنا رفقي نجد غلال شعليل لعب الترجي التونسي، غلال انتصار جديد للترجي التونسي، تواصلوا في 6 الانتصارات نتاعك. أكيد اليوم الولاد الكل ما قصروش، عملوا اللي عليهم، شفنا بريستاسيون باهية مع الولاد الكل. هذوكم مباريات الدربي 3 نقاط، عندنا توا تشامبيونز ليغ، نحاولوا نركزوا على رواحنا على تشامبيونز ليغ نتاعنا، وان شاء الله ماتشات الكل نعملوا فيهم بريستاسيون كيما هذه ان شاء الله. شكرا لك غليل رفقي، نرجع معاك في انتظار اني نجيب لطفي رويسي. شكرا محمد علي، في انتظار لطفي الرويسي مدرب النادي الافريقي على لاعبية الافريقي ومسؤولي الا يخجلوا من هذه الهزيمة. قدم بطولة فضل محمد علي الى جنب لطفي الرويسي مدرب النادي الافريقي، هزيمة جديدة للنادي الافريقي رغم انه ثم تحسن في الاداء. هزيمة شفت معناتها الظروف اللي دارت فيها المباراة، تعطيهم الصحة الاولاد ما قصروش، كنا نستحقوا خير من هكا صحيح معناتها.